السلام عليكم. سقط القناع عن القناع، قالها شاعر العرب وفلسطين محمود درويش. نستعيرها ربما لغرض تبيان أن ما سعى إليه، ما سمي خطأ بالربيع العربي، قد تحول إلى خريف إسلامي مخضب بدماء الآلاف من الأبرياء. قبل عامين ونيف اندلعت ثورة الياسمين في تونس، إلا أن مآلها كان للأسف ليس فقط سيطرة حركة النهضة على مقاليد الحكم، بل اغتيال الدولة المدنية العلمانية والتي لطالما تفاخر بها التونسيون، وبل المغرب العربي برمته. أما في ليبيا فلربما حالها أقسى من حال جارتها، فبعد أن دك حلف الناتو مدن ليبيا وهدم مبناه نظام الحكم، جاء الإسلاميون إلى السلطة وتحولت ليبيا إلى دولة فاشلة على حد تعبير الكاتب والمفكر المصري سمير أمين. مصر أم الدنيا لم تعد إلى حضنها العربي ولم تستعد موقعها الريادي، بل أضحت ساحة لاحتدام الصراع بين خطي الدولة المدنية والعلمانية، ولربما القادم يبشر بجديد قد يرضي بعض المصريين وليس كل المصريين. في سوريا الصورة كانت منذ البداية مختلفة كل الاختلاف. كان الهدف واضحا وفاضحا لدعاة الحرية وداعميهم، العمل على تدمير الدولة وأهم مؤسساتها الجيش العربي السوري. لكن السوريين وبانصهارهم مع جيشهم وقيادتهم أفشلوا العدوان، وبات من خلف ظهورهم وبكل فخر وبعالي الصوت نقولها: هنا دمشق العرب وستبقى دمشق عربية عروبية الهوى، شاء من شاء وأبى من أبى. مشاهدينا الكرام، مساء الخير. ضيفنا لهذه الليلة الأستاذ ناصر قنديل، رئيس شبكة توب نيوز الإخبارية. طبعا لي الشرف أستاذ ناصر أن أكون معك في أول حوار الله يخليك على شاشة الإخبارية السورية. تسلم، الله يعزك. دعني أبدأ بالمئة يوم التي حدثتها يعني حضرتك في كثير من تحاليلك لإفشال المؤامرة والعدوان على سوريا. أين وصلنا فيها؟ وهل باتت المعادلة الدولية محسومة اليوم في سوريا وعلى أرضها؟ أولا تحية لشعب سوريا ولجيش سوريا ولقائد سوريا وللشهداء أولا وأخيرا، وتحية لمشاهدي الإخبارية ولكل العاملين فيها، ولك أستاذ حسين. لم أنطلق أنا في يوم من الأيام في مقاربة الأزمة السورية من إحلال الرغبات مكان الوقائع، وبالتالي أنا لا أتحدث عن زراعة التفاؤل المفتعل بالحديث عن مهل وعن مواعيد زمنية. في بداية الأزمة كان كثيرون يفترضون أن عمر الأزمة هو أسابيع أو أشهر، وكنت أبدو متشائما عندما أقول إن عمر الأزمة الافتراضي سقفه عام 2014، لأنه من الإهانة لسوريا أن نفترض بأنها بهذه البساطة مسألة محاولة التغيير، وإن فشلت فليكن. سوريا هي المفصل الاستراتيجي للنظام العالمي الجديد، وفي سوريا تخاض حروب أنابيب النفط والغاز التي ستحكم مستقبل العالم الاقتصادي، وفي سوريا تخاض معركة مستقبل مشروع الإمبراطورية الأمريكية الذي فشل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رغم أنه كلف قرابة 1.5 تريليون دولار، أي 1500 مليار دولار. في هذه السوريا مستقبل إسرائيل، وفي هذه السوريا مستقبل الربط الجغرافي بين أوروبا وآسيا. في هذه السوريا يمكن أن تصل الصين إلى المتوسط ويمكن أن لا تصل، ويمكن أن تصل روسيا وتبقى في المتوسط ويمكن أن لا تبقى، يمكن أن تتحول إيران إلى قوة دولية عظمى ويمكن أن تنكفئ وراء مياه الخليج. لكل هذا كان من المستحيل أن يتقبل العقل أن تكون معركة سوريا معركة أسابيع أو أشهر. لذلك كان لابد للقراءة الاستراتيجية أن تنبني على معطيات وعلى وقائع التي هي موجودة على الأرض. تمام، في القراءة للمصالح الكبرى الحاكمة للعبة الكبرى التي أريد لها أن تنفجر في سوريا. الحديث عن بعد داخلي للأزمة هو من نافي للقول، لأنه إذا الآن اجتمعت نصف القوى التي اجتمعت لسوريا، ونصف المال الذي رصد لسوريا، ونصف الإعلام الذي جهز لسوريا، ونصف الفتاوى التي صدرت بحق سوريا وركزت ورصدت لأمريكا، فهي قادرة أن تحدث فيها أزمة. بمعنى أنه في كل مجتمع هناك نقاط ضعف وهناك ثغرات. عندما تأتي في الحرب العالمية الثانية 69 دولة التي أعلنت الحرب على اليابان وإيطاليا وهتلر، 120 دولة أعلنت الحرب على سوريا، وبينها
ثلاث دول كبرى، أمريكا وبريطانيا وفرنسا. قدرات الخليج المالية، نتحدث هنا عن 100 دولة، نتحدث عن 100 مليار دولار، نتحدث عن 100 فضائية، نتحدث عن 100 فتوى. وبالتالي أن تتمكن هذه القدرات من الاستثمار على نقاط الضعف، على الثغرات الموجودة بطبيعة الأشياء، فالحديث عن الثغرات هنا يصبح حديث عن الجانب المؤسس لبيئة استخدمت، لكن الأصل هو المشروع. نقول تنتهي الحرب على سوريا عندما يسقط المشروع، وهذا لا يعني أنه لن يبقى بعد نهاية الحرب تجمعات وفلول ومسلحين وحالات أمنية وبقايا إرهابية يجب ملاحقتها، لكنها ستصبح كمثل ما يجري في وزيرستان في باكستان منذ 5 سنوات، عندما تقوم دولة بقواها الأمنية والعسكرية بملاحقة مجموعات عسكرية، لكننا لا نرى على الفضائيات لا بث مباشر ولا خبر عاجل ولا 24 على 24، ولا بيان صباحي وبيان مسائي من الخارجية الأمريكية، ولا مؤتمر صحفي لرئيس جمهورية فرنسا، ولا 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 ولا. أنت تقصد إذا المشروع الأساسي العدوان على سوريا سوف يسقط وليس رابعها؟ هنا نحن نتحدث قبل أن نقول سوف يسقط، نقول إذا ما شهدته سوريا وما تعيشه سوريا هو ليس أمرا عابرا وليس استثمارا لأزمة داخلية. يعني في مقاربة من 3 مقاربات متداولة، مقاربة تقول إن الذي يجري في سوريا هو انفجار صراع داخلي، وإن هذا الصراع الداخلي أدى إلى استقطابات طبيعية تجري على ضفتي الصراع الدولي، فمن الطبيعي أن تقف إيران وروسيا والصين إلى جانب حليفهم نظام الرئيس الأسد، ومن الطبيعي أن يقف مناوئو نظام الرئيس الأسد على الضفة الأخرى. وهناك مقاربة تقول هو صراع داخلي لكن البعد الخارجي استثمره، هذا بعض القوميين والوطنيين مثلا الذين نتحاور ونختلف معهم في مصر في تونس في سواها، يقولون صحيح أن هناك بعد دولي ومؤامرة على سوريا، لكن النظام أعطى الفرصة لهذه المؤامرة لأن الاشتباك الداخلي لم يجري حله بطريقة معينة، كمثل الكلام الذي ساقه في يوم من الأيام نائب الرئيس فاروق الشرع. وهناك المقاربة الثالثة التي أؤمن بها، أن الأصل في الذي يدور على سوريا وفي المؤامرة والحرب على سوريا هو بنسبة 99% البعد الخارجي الذي كان من نافل القول والطبيعي والمنطقي لو استهدف أمريكا بذاتها أن يجد فيها نقاط ضعف يمكن تفجيرها، فيفجر الصراع مرة تحت عنوان حقوق اللاتينيين، ومرة تحت عنوان حقوق السود، ومرة تحت عنوان حقوق العاطلين عن العمل، ومرة تحت عنوان استقلال ولاية كولورادو. في كل مجتمع هناك نقاط ضعف وثغرات، إذا سلطت عليها طاقة بحجم التي رصدت لسوريا يستحيل ألا تجد لها منافذ. ما هي أسباب الحرب؟ قيل الكثير في هذه الأسباب، لكن الجوهري فيها أن أمريكا التي خرجت لحرب إمبراطورية عسكرية زحفت فيها جيوشها، هي الحرب العالمية الثالثة بامتياز، لم تنجح في تحقيق أهدافها. أنا لا أريد أن أكبر الحجر وأقول هزمت وتدهورت وانهارت، لم تنجح في تحقيق أهدافها من وراء الحملة العسكرية، بل بدأت تبحث عن بدائل بعدما أخذت القيادة العسكرية إمرة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. أول نقطة إذن هي أن شو هي نقطة شو أخذوا القيادة العسكرية في أمريكا، شو الزمام الأمور اللي اتخذتها حاليا؟ نعم. في خضم ما يحدث في سوريا. نعم، القيادة العسكرية تدخلت عام 2007 عندما كان جورج بوش لا يزال رئيسا للجمهورية، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. تدخل 66 أدميرالا من كبار أدميرالات الحرب الأمريكية بكتاب علني وجه في نهاية 2007 في تشرين الثاني 2007 للرئيس بوش، إن جيوشنا لم تعد صالحة للقتال ولن تستطيع الدخول في حرب أخرى قبل العام 2022، فعليك ألا ترتكب حماقة الذهاب إلى حرب مع إيران. كان يومها الحديث عن الحرب على إيران. جاءت بعدها عملية الانهيار الاقتصادي، قادة الجيوش الأمريكيين الذين يعبرون عن مؤسسة نخبة المجتمع الأمريكي، النخبة المختلطة، النخبة التقنية، النخبة القادرة، النخبة التي تمول صناعات التسلح بحروبها، هذه النخبة وجدت أن النخبة السياسية قد فسدت وأنها تتاجر بدماء الجنود والجيوش من أجل نزوات غير محسوبة وغير مبنية على حقائق ووقائع، ووجدت بأن النخبة المالية قد سقطت بعد انهيار وول ستريت وسوق الأسهم والفساد والسرقات التي فاحت روائحها في البنوك، كلنا نذكر مئات مليارات الدولارات كيف تكشفت الفضائح عن نهبها، فوضعت يدها على القرار وقالت الأمر لي. هذه النخبة هي التي جاءت بأوباما، وجاءت بأوباما تحت شرطين، الأول الانسحاب من العراق نهاية عام 2011،
والثاني الانسحاب من أفغانستان نهاية عام 2014. الأول تحقق والثاني وقالت هذان موعدان مقدسان غير قابلين لإعادة النظر، وعلى رئيس الولايات المتحدة الآتي أن ينخرط في العمليات السياسية التي تسمح بتحقيق أعلى سقف مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية دون التفريط بهذين الموعدين إلا إذا تمكن من الحصول على تغطية إقليمية من دول الجوار لتمديد بقاء القوات. فإذا أنت يا أوباما إذا استطعت أن تحصل على رضا سوري إيراني لبقاء القوات في العراق فلا مانع من تمديد بعد 2011، بدونه أنت ملزم بالتنفيذ في نهاية 2011. إذا استطعت أن تحصل على رضا صيني روسي إيراني للبقاء في أفغانستان فلا مانع من البقاء بعد 2014، إذا لم تحصل فأنت ملزم بالتنفيذ. إذن بين هذين الضابطين الزمنيين جاءت إدارة أوباما لتتصرف بما سمي بالحرب الذكية، أي حرب المخابرات والسياسة والدبلوماسية، والتي تسمى بالحرب الناعمة، وكلنا قرأنا عن هذه المصطلحات لكن قليلا منا ربما تمعن بما كتب وأعد من دراسات حولها. كانت أولى ثمرات هذه الحرب الناعمة هي المثلث التركي القطري الأخواني الذي قررت الولايات المتحدة الأمريكية عقد صفقة استراتيجية معه. عنوان هذه الصفقة أن المنطقة تتحلل وأن الأنظمة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تنهار، وفي لحظة معينة سنفاجأ بحدث ما، وفي هذا الحدث يجب أن نكون جاهزين، وفي الجهوزية نحن مستعدون أن نعطي الأخوان برعاية تركية قطرية مالية وسياسية وعسكرية ثمنا لأن يضمنوا أمن إسرائيل. وأخذوا صك التزام من الأخوان في اجتماع أنقرة عام 2008 بأنهم إذا تسلموا السلطة في مصر سيصومون كامب ديفيد وسيستعيدون حركة حماس من حضن المقاومة ويذهبون بها إلى هدنة مع إسرائيل، وهذا موثق. وبناء عليه عندما اندلعت انتفاضة تونس كانت اللحظة المؤاتية، وكانت المعادلة الأمريكية نعطيكم في تونس ونعطيكم في ليبيا ونعطيكم البيضة الذهبية مصر، لكن عليكم أن تعطونا في سوريا. فكانت المعركة هي في بعدها في مرحلتها الأولى مع وقت، إذن هذا مثل ساعة الرمل عم ينزل، بلش ب 2011 وبده يبلش يعد أيام، هو عم بيعد 365 يوم، نحن عم نعد 100. فهو شو بدأ معادلته؟ أنه سقفه الأول نهاية 2011، إذا دخلت بالاشتباك مع سوريا ونجحت بالحصول على موافقة سورية على بقاء القوات الأمريكية في العراق فهنا أدخل في الانخراط الجديد، وقف وبعد بعمل حساباتي. واللي بيعرفوا متابعة الأزمة في سوريا بيعرفوا جيدا أنه في تموز 2011 إجا على سوريا حمد بن جاسم، وكان أميره قد ذهب إلى واشنطن أو في طريقه إلى واشنطن، وأنا عم بحكي معلومات، ومعلومات رواها أمير قطر لوليد جنبلاط بعد عودته من واشنطن. قال له أنا بعثت له حمد وقلت له أنه يقول له أنه الأمير راي على واشنطن يحط بإيدنا شيء. شو هو هالشيء؟ شو هو الشيء؟ قال له الأمريكان بدهم بقاء 5 سنين بالعراق، يعطي موافقة، أي الرئيس الأسد يعطي موافقة، وعندها نحن أغرين نفوت بوساطة في المسألة السورية. كمان في البحرين يا أخي، ما اللي عم بيقاتلوه بسوريا مسلحين، اللي بالبحرين سلميين، اللي عم بيقاتلوه بسوريا سهل القول أنهم إرهابيين، اللي بالبحرين مناضلين ديمقراطيين، ورغم ذلك مطفين الجزيرة والعربية والCNN وحقوق الإنسان والأمم المتحدة وسفارات العالم، وما حدا بيجيب سيرة البحرين، وفاتت الدبابات فلحت البيوت والحسينيات والساحات، وما حدا بيقول في مشكل في البحرين. فينا نعمل نفس الشيء لسوريا بس يعطينا هاي. عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات جاء قبله لهون وكان في طريقه إلى واشنطن، وحاول أن يأخذ من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد شيئا تحت عنوان يا أخي اعطينا شيء بإيدنا، وكان جواب الرئيس الأسد أن رحل لك إياه. شو؟ إن من يعطي موافقة على بقاء الاحتلال 5 أيام يوافق 5 قرون. سوريا تقول الاحتلال غير شرعي وسيبقى غير شرعي، وتقول المقاومة هي الشرعية وستبقى هي الشرعية. انسحبوا الأمريكان من العراق. سحبوا الأمريكان، إذن سقط الاستحقاق الأول. كل قتال 2011 كان تحت هذا السقف. إذن دخلنا معركة كسر العظم بال 2012، لأن الأمريكي اللي عنده 2014 انسحاب من 1/1/2014، خلي يتذكروني الناس، أنا ما فت بمواعيد إلا وكنت قد حسبتها، من 1/1/2014 لنهاية 2014 سنة كاملة ممنوع
السياسة الأمريكية والأمن الأمريكي والعسكر الأمريكي يقلي بيضة خارج إطار الإعداد للانسحاب من أفغانستان. إذا تشبيك المنطقة مسرحه 2013. إذا 2012 هي سنة الفصل، إما أن تربح وإما أن تخسر. والأمريكي هون ما عنده زعل ورضا وإنه ماخذ على خاطره وإنه معند وإنه لا ما بصير وكيف بدنا نتراجع. بالنسبة له الأمور مصالح. 2012 يا تركيا يا قطر يا سعودية يا إخوان مسلمين يا قاعدة كله مباح. يا بيتريوس، في ناس ما بينتبهوا مثلا أنه بيتريوس رئيس السي آي اي هو الأب الروحي لجبهة النصرة، يعني اللي أسس جبهة النصرة. أنت من العراق أخي حسين وتعرف هذا الكلام، أن اللي أسس جبهة النصرة هو بيتريوس، وأن هذه الصلاحيات التي أعطيت لكلينتون ولبيتريوس ولبانيتا ومعهم أوغلو ومعهم حمد ومعهم الإخوان بأنه ما تريدونه لكم لكن أعطونا سوريا. 2012 أنا هون بحب أيضا فصل شوي بطريقة العمل الأمريكية، لأنه نحن منعيش من برا ما منفهم تقنياتها كيف بتشتغل وكيف بتمشي. نسمع عن وول ستريت مثلا، منفكر أنه وول ستريت هي قمة الحضارة الإنسانية في عبقرية المال. ما مننتبه أنه هذا المبنى الشاهق اللي اسمه وول ستريت، مبنى البورصة العالمية الأولى التي تدار فيها كل اقتصادات العالم وسندات الخزينة وأسهم الشركات الكبرى واللي بيبرم فيه باليوم 2-3 تريليون دولار، هذا كان مكانه المقهى الذي يجتمع فيه قادة المافيا، وفيه كانت تباع سندات الدين. يعني هو تطور وصار وول ستريت، بس كان في الأصل أنه اللي جاي لهم كل 3 أشهر اجتماع، كل واحد بيكون حامل معه سندات الناس، هذا ماضي رهنية عقارات وهذا ماضي له سندات مال لا رؤساء المافيا، فبيتبادلوهم. بيقول له هذا سند بيستحق بعد 5 سنين قيمته $1,000,000، بيقول له اشتريته منك ب200,000، بيقول له هذاك اشتريته ب300، هذا ب500، بعتك. هاي صارت وول ستريت، هي نشأت من اجتماع رؤساء المافيا. هاي المافيا منشأ التقاليد. على فكرة الأمريكان ما بيعتبروا مسبي هذا الكلام إذا قلناه، يعني هو توصيف بيفرحوا فيه إنه هني أصحاب تقاليد. رؤساء المافيا من تقاليدهم كانت في كلمة سر بول ستريت لا تزال قائمة، وأصبحت الآن هي كلمة سر في كل السياسة الأمريكية العسكرية والخارجية. He can't deliver. يعني بيقدر يسلم؟ لا، ما بيقدر يسلم. ليش؟ لأنه بهذا المقهى الذي أصبح وول ستريت كان يقول له أنا عينتك تكون وكيلي بكاليفورنيا بناء على You can't deliver. أنت فيك إذا بعت لك مخدرات توزعهم، فيك إذا كلفتك بإلي جيبيات تجيبها، معك 100 يوم. هلأ من هاي 100 يوم نحن من هون جبناها، بهالمئة يوم إذا أثبتت الأهلية فأنت باقٍ، وإذا لم تثبت فأنت مخلوع أو مقتول. وبالتالي اليوم بتسأل الدبلوماسي الأمريكي أي سفير بتجتمع فيه، بتقول له شو قصة الإخوان الهيئة، أنتم ما عدتوا ماشيين بالإخوان. أنا عم بحكي عن حوارات صارت مع فلتمن بالأمم المتحدة بمجلس الأمن، بيسألوا أحد السفراء بيقول له شو القصة مع الإخوان، بيقول له كان الدليفر، إنه رهننا عليهم إنه بيقدروا إذا أخذوا، أعطيناهم كريدت أعطيناهم رصيد، قلنا لهم زين العابدين إلنا خدوه، مبارك إلنا خدوه، مش هيك؟ علي عبد الله صالح خدوه، معمر القذافي مش لكم إياه، بس شو بدنا منكم؟ سوريا. شو طلع بالنتيجة؟ هي كان الدليفر فشلو. ما قدر يسلم. إذا أنا خلعت هذا اللي سلمته ما قدر يسلم. هاي تقاليد المافيا، هي تقاليد الإدارة الأمريكية اليوم، ما فيها بالنسبة لهم ما بيرف جفن مثل ما نحضرهم بالأفلام حقيقة. وبالتالي إذا في مطبخ السياسة الأمريكية 2012 هي المهلة التي أعطيت لحلف كسر العظم في سوريا، التركي القطري السعودي الأخواني القاعدي الذي فشل الذي لم ينجح. خلينا نقول هون أنه هذا شو بده يسلم؟ هذا بده يسلم النظام، ما قدر يسلم النظام. إذا ما قدر يسلم النظام في عنا خيار. إجا برنارد لويس يطرح الخيار، يقول منروح على التقسيم. الكيانات السياسية التي ورثناها من سايكس بيكو هي كيانات بالألم والمسطرة، لا تراعي حدود الديموغرافيا، يعني الطوائف والمذاهب والإثنيات والعرقيات. خلي نشقف المنطقة على أساس الطوائف والإثنيات والعرقيات. وقف أوباما بوجهه، أوباما باجتماع برشلونة للناتو بيقول له أنه هذه حماقة وغباء لن نرتكبها، لأن التقسيم إذا بدأ من سوريا فهو لن يتم في سوريا، سيتم قبل سوريا في تركيا وفي السعودية، وبالتالي الأهم شو بصير؟ شو بصير؟
بصير أن ضفتي الخليج اللي بيطلع منها 20 مليون برميل نفط يوميا تصبح بيد إيران على جهة والشيعة على الجهة الأخرى الذين لن يكون لهم حجب استراتيجي يسمح لهم ببناء مركز قوة مستقل عن إيران. يعني شيعة السعودية وشيعة الإمارات وشيعة الكويت والعراق اللي هن على الخليج عندهم النفط، فبالتالي إذا أنت شقفت المنطقة شيعي سني شو عم تعمل؟ عم تحط النفط عند إيران والشيعة المتحالفين معها بضفتي الخليج، وعم تقول لإيران بدل 2 مليون برميل و3 مليون برميل اللي هلأ بإيدك أنت بإيدك 20 مليون. وعلى ساحل المتوسط اللي في دول وكيانات سياسية ثابتة وراسخة عم تجي تقول بشقف تركيا، فبصير الساحل الممتد من اليونان إلى سوريا بيد العلويين، وبصير الساحل السوري بيد العلويين والساحل اللبناني بيد الشيعة. فأنت عم تعطي ساحل المتوسط والخليج لزعامة إيران الدولية، وهذا يعني حماقة لا يمكن لواشنطن أن تسير بها. إذن شو في عندها حلول؟ القيمة الاستراتيجية بالشرق الأوسط جاي من النفط ومن ساحل المتوسط. فلذلك قال لهم أوباما ما في غير الأحمق والغبي يمكن أن يسير بهذا الطريق. شو الحل؟ الحل هو الانخراط. إذن فشلتوا، بدنا نروح على التفاوض. بقمة كونكون التي جمعت الرئيسين أوباما وبوتين بتموز 2012 قال أوباما إذا وصلنا كانون الثاني 2013 وكان الرئيس بشار الأسد لا يزال على ما هو عليه اليوم، فنحن في شهر شباط نبدأ التفاوض حول سوريا من أجل حل سياسي. وبدأ التفاوض في شباط، بدأ الحديث عن التفاوض في شباط. طيب، فإذا أمريكا رايحة 2014 انسحاب، ما عندها إلا 2013 تفاوض. المئة يوم الأولى من عهد الرئيس الأمريكي هي المئة يوم الموروثة من قيم المافيا. هاي أول مئة يوم هي اللي بترسى فيها أسس استراتيجية بكل شيء، بالتعليم، بالصحة، بالخدمات، بالعسكر، بالدبلوماسية. أقسم اليمين أوباما ب 22، نحن بلشنا نعد المئة يوم، لأنه برأينا في هذه المئة يوم سوف ترسى أسس إعلان نهاية الحرب العالمية على سوريا. هذه الحرب العالمية فيها أطراف كتير وفيها مال كتير وفيها سلاح كتير ومخابرات كتير، لكن لها رأس واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما يقرر هذا الرأس أن هذه الحرب آن الأوان أن تنتهي، فالباقي كله ببلعته بشعته بلبطه بعيط، بس بالآخر بيمشي على طريقة ما بيقول بتقول بالفيلم المصري إنه إذا جبرناكي تتجوزي بتقول لهم ببكي وبروح، فكله بيبكي وبروح. إذا قلنا هذا هو المشهد، هون بدنا نقول طيب إذا الذي مضى كيف كان عم يدار ونحن الآن أين؟ الرئيس الأسد الله يطول بعمره عندما بدأت الأزمة في أشهرها الست الأولى كتار كانوا يتذاكوا ويتشاطروا، ليش ما بنحسم، ليش ما شو ناطرين، كانت المعركة لها عنوان استراتيجي ما له علاقة بالداخل السوري، له علاقة بالبعد الدولي لأنها حرب عالمية، وهو قارئ استراتيجي من الطراز الأول أن المعركة الآن هل أن الذي يجري في سوريا مثل ما أشرت بمقدمتك هو جزء من الربيع العربي أم هو الحلقة المركزية في الصراع على آسيا والنظام العالمي الجديد؟ تبين لأنه جزء من الصراع. كان يجب أن تخوض سوريا معركة إقناع حلفائها في آسيا أي روسيا والصين وإيران بألا يستسهلوا معاملة ما يجري بداخلها على أنه امتداد لمشهد ما سمي بالربيع العربي. وأنا بقول على الهوى الروس أول 3-4 أشهر كانوا ضحايا هذا الوهم. بإيران كان في ناس عم تناقش انه اللي عم بصير بسوريا يا اخي طيب يعطيهم شوية حريات ويعمل شوية اصلاحات والى اخره ويطريها شوي. كانت كذبة الربيع العربي قد نجحت، والرهان الامريكي انه سيسرق سوريا من حضن هذا الحلف الدولي الروسي الصيني الايراني في اسيا ويجي يفاوضهم انه طيب يا اخي شو ولك حليفنا بتونس سقط وحليفنا بمصر سقط، شو فيها اذا حليفكم بسوريا سقط؟ هلا تعوا نحكي عن اسيا، تعوا نحكي عن اسيا وبيعبوا شو سوريا. فساعتها لا الصين فيها تجي على المتوسط ولا إيران دولة ذات نفوذ دولي ولا روسيا قادرة توصل على المياه الدافئة. كانت معركة الرئيس الأسد فك التواصل والاشتباك بين حرب على سوريا وكذبة الربيع العربي وربط قاطرة الحرب على سوريا بقطار مستقبل آسيا والنظام العالمي الجديد، ونجح. بتشرين تاني 2011 يعني بعد 6 أشهر على الأزمة كان الروسي أخذ قراره إذا طرح الموضوع للتدويل فنحن سنستخدم الفيتو. كانت إيران أخذت قرارها نحن نثق
بالنوايا الإصلاحية الجدية للرئيس الأسد. كانت الصين أخذت قرارها رغم أننا منذ 20 عام لم نصوت في مجلس الأمن، قررنا إذا طرح موضوع سوريا سوف نصوت مع روسيا على الفيتو. طيب، ربح الجولة الأولى، فات الجولة الثانية. شو اسم الجولة الثانية؟ وهو يحسب كيف يترك للولايات المتحدة الأمريكية القوى العظمى. إنه أمريكا بنقول تنهزم هون، بس مش معناتها أمريكا عم نقول إنه إيه منشطب. لا، أمريكا نهزمها هنا لأننا في بلادنا الأقوى، لكنها تبقى القوة الأعظم في العالم. أوجد لها السلم الذي تنزل عليه. كيف بتتنازل أمريكا؟ بأن يجعل عنوان المعركة على سوريا، وهو واقعي وموضوعي، الحرب على الإرهاب. هل يمكن الفك والاشتباك بين المعركة على سوريا وبين الحرب على الإرهاب؟ خاض المعركة، ربح المعركة، اعترف الأمريكي بأن جبهة النصرة إرهاب وصنفها، وقال هي عاملة 6000 عملية إرهابية في سوريا، وهي قاعدة على الحدود التركية السورية، مش سوريا اللي قالت هالكلام. وبالتالي إذن الجولة الثانية كان عنوانها أن الحرب على سوريا لا يمكن فصلها عن مستقبل الحرب على الإرهاب، فاحسبوها منيح يا شباب. شو يعني احسبوها منيح؟ يعني قعدوا الثينك تانك الأمريكي، فرق التفكير، يقولوا هل يمكن في الآن نفسه أن نخوض معركة إسقاط الرئيس الأسد ومعركة الحرب على الإرهاب؟ كيف؟ كيف؟ إذا كانت الآلة الوحيدة المتاحة للقتال ضد نظام الرئيس الأسد هي القاعدة وجبهة النصرة. طلعت النظرية بأنه طيب منكبر مجلس اسطنبول، بنعمله بائتلاف الدوحة، بنحشد المعارضة، بنعطيها لها المعارضة مهلة لنهاية كانون تاني. من إلا يا معارضة معك لآخر كانون تاني. عم نحكي من تشرين تاني 2012 لكانون تاني 2013. معكم هالثلاث أشهر يا شباب. إذا قدرتوا تعملوا جسم موحد، وقدرتوا تحدثوا تغيير عسكري، وقدرتوا تعزلوا جبهة النصرة وتعاملوها كإرهاب، نعترف فيكم، منعطيكم حكومة، منعطيكم السفارات، منعطيكم مقاعد سورية حيث نملك القدرة، ومنعطيكم مال، ومنعطيكم سلاح. شو كان الحاصل؟ انه الكل طلع يقول اخي نحن بلا جبهة النصرة، لك اذا بنعلن حكومة وجبهة النصرة مش راضية ما فينا نفوت على شبر من المناطق التي نعتبرها مناطق تحت سيطرة المعارضة. وبالتالي طلع جورج صبرا العلماني يقول على البي بي سي ان جبهة النصرة هي النواة الصلبة للمعارضة المسلحة في سوريا، وهي الحقيقة. وبالتالي اذا لا يمكن الجمع بين المعركة مع الرئيس الاسد وبالمقابل المعركة مع الارهاب. بدك تختار واحدة من اثنين، يا بدك تتحالف مع الرئيس الاسد لتقاتل الارهاب، يا بدك تتحالف مع الارهاب لتقاتل الرئيس الاسد، فاختار. وخلصت المهلة تبع 3 شهور وفشلوا. طيب، هون ربح الرئيس الاسد معركته الثانية. اذا معركته الاولى كانت فك الاشتباك بين الحرب على سوريا واكذوبة الربيع العربي، ربطها بمستقبل الحرب على اسيا. طيب مش الرئيس الاسد اللي قال، طلع الرئيس بوتين قال ان النظام العالمي الجديد سيتقرر بناء على حاصل المعركة في سوريا. هاي المعادلة الاستراتيجية للرئيس الأسد، لكن نطقها بوتين، بمعنى إذا أصبحت في مرتبة الرؤية التي لا حياد عنها. إجت المعركة الثالثة. طيب، لا، قبل أن نفوت بالمعركة الثالثة، فهناك سؤال تعقيبا عن المعركة الأولى والثانية. نعم. يعني ربما يأتيك شخص هو غير فهم بالسياسة يقول لك يا أستاذ ناصر، طيب إذا كانت سوريا ربحت في المعركة الأولى والمعركة الثانية والانسحابات الأمريكية من العراق تتحقق، والأمريكي سوف يتحقق بال2014، وتحدثت أن 2013 سوف تكون هي المرحلة التي ينسحب منها الأمريكي من سوريا، طيب لماذا نشاهد التصعيد من قبل المعارضة المسلحة التي يسمونها معارضة مسلحة في قنواتهم، ولماذا نلاحظ التضليل الإعلامي في التلفزيون ازداد في الفترة الأخيرة؟ نعم، كثير مهم السؤال. إذا نحن قدام مشهد عم بيقول إذا توافقنا بأننا دخلنا مرحلة الانخراط السياسي. شو الانخراط السياسي؟ شو بيفاوض الأمريكي؟ التفاوض يجري على صفيح ساخن، هذا المصطلح أمريكي. شو يعني صفيح ساخن؟ يعني نار مولعة، يعني بيتم بالحار مش بالبارد. ما حدا بيجي بفاوضك بيقول لك طيب انت انتصرت تعال شوف شو بتعطيني. بفاوضك بيقول لك انت ما فيك تنتصر، انت المعارك شغالة بدارك، انت نحن قادرين نصعد وقادرين نزيد الحملات، نحن قادرين نفوت، جماعتنا عم يعملوا كذا عم يعملوا كذا عم يعملوا. انا اقول في فترة التفاوض سوف نشهد أعقد الأعمال العسكرية والأيام العسكرية لثلاث أسباب. الأول، السبب الأول هو أن الأمريكي لن يذهب إلى التفاوض خالي الوفاض بدون شيء بين إيديه، بده شيء ملموس، لازم يكون بين إيديه أوراق قوة يستطيع أن يقول طيب إذا اتفقنا أو جماعتنا بنأمرهم يوقفوا، فلازم يوجعك لينتزع منك شيء مقابل يوقف. سيعمل كل جهده وسيعطي للقطري الغضبان والزعلان والحردان
وللتركي الخائب يقول لهم طيب مهلة الإسقاط خلصت، ومهلة إنكم تسقطوا النظام وتسيطروا على سوريا خلصت، بس مهلة تحسنوا الأوراق التفاوضية ما خلصت. فمولوا وسلحوا جماعتكم ليقدروا يحجزوا شيء على الأرض، وهذا بيعطيكم دور في الحل، بفرضكم شريك بالحل. فإذا نحن في مرحلة التفاوض سنشهد تصعيدا عسكريا مغطى من الأمريكي تحت عنوان تعزيز أوراق التفاوض. العامل الثاني هو أنه في قلب هذه العملية ثمة أطراف المعارضة التي ارتفعت في سقوفها، اللي طلعت تقول لا حل، لا بدنا حوار ولا ولا ولا، لديها أمل بأنها إذا استطاعت أن تنجز شيئا عسكريا نوعيا، تسيطر على الشام، تسيطر على أطراف مهمة في منطقة شمال سوريا وشرقها، يعني تربط إدلب بحلب ريفا ومدنا، بالطبقة، بدير الزور، بالحسكي، بالقامشلي، وتقسم سوريا نصين، إن تجي تغير بالموقف الأمريكي، تقول للأمريكي طيب أنت كنت عم تقول مضطر تروح على التفاوض لأنه وضعنا ما أدى إلى شيء، لا في بيننا شيء، طيب ليش ما بتعامل سوريا سوريتين مثل الكوريتين مثلا؟ وبالتالي هذا الطرف عنده رهان أنه إذا حقق شيئا في الميدان فهذا قد يغير في الموقف الأمريكي. وهذا أمير قطر عم يحكي، وحمد عم يحكي، وبندر عم يحكي، وأوبلو عم يحكي. وبالتالي هذا العامل الثاني، أي العامل الأول أن الأمريكي سيغطي تصعيدا عسكريا ليعزز وضعه التفاوضي، الثاني أن المتضررين من الانعطاف الأمريكية سيسعون لفرض وقائع في الميدان أملا بتغيير الموقف الأمريكي إذا أثبتت هذه الوقائع وجودها، والثالث أنه في أطراف لا بدها تنسف كل التفاوض وكل الحل، لأنه بتعرف أن الوصول إلى صيغة تسوية ما أيا كانت طبيعتها، هون عم بحكي عن كل تركيبات القاعدة اللي ما إلى محل بأي لعبة تفاوضية، بل نهاية أي لعبة تفاوضية سوف تتم على قاعدة تصفيتها وتقديم الغطاء الدولي لتصفيتها والغطاء الإقليمي لتصفيتها. فإذا في عندها مخزون قوة بشري أو تسليحي شو إلو قيمة إذا أطع موعد الوصول للتسوية؟ من هون وإلى أن نصل إلى التسوية كل ما لديها من قدرات ما عاد إلو قيمة، يبقى احتياط يجب أن يرمى به في أتون المعركة أملا بأن يغير في المسار أو أن يخلق أمرا واقعا معينا. طيب. وبالتالي لهالسبب إذن نحن سنشهد كما نشهد الآن، يعني نحن من لما بدأت إشارات الانخراط التفاوضي دوليا إقليميا سوريا بدأنا نشعر أن هناك تصعيدا، أعلن عن حملة دمشق الكبرى، وأعلن عن بدء المعركة في حماة، وأعلن عن الهجوم في حلب على المطارات وسواها، على الرقة، على الطبقة، على مدينة الثورة، على بدير الزور، بالحسكي. فبالتالي كل هذا هو ثمرة الشعور بأن الانخراط التفاوضي يعطي مهلا أضيق لتحقيق إنجاز عسكري يمكن أن يوظف بأبعاد مختلفة. طيب أعود إلى المعركة الثالثة. المعركة الثالثة طالما أنه لا إمكانية لفصل معركة سوريا عن المعركة على الإرهاب، وطالما أن معركة سوريا هي التي ستقرر مستقبل آسيا وعبرها مستقبل النظام العالمي الجديد، السؤال البديل عن الحل العسكري الذي سقط هو حل سياسي. هل يمكن لحل سياسي أن يتم بدون الرئيس الأسد؟ كانت هاي معركة أمريكا الثالثة أن تحاول القول أوكي قبلنا معكم يا روس، ما في حل عسكري، في حل سياسي، بس حل سياسي بلا الرئيس الأسد. ربح المعركة الثالثة بأنه لا إمكانية، لأن سوريا رمز وحدتها الترابية والوطنية ومؤسساتها وموقعها القتالي بوجه إسرائيل. أنا بتذكر قبل بدء الأزمة كانوا كلهم شو يحكوا، يقولوا مشكلتنا مش مع الرئيس الأسد، المعارضة والخارج، رئيس الأسد نحن نسلم بأنه إصلاحي، نحن مشكلتنا مع الحرس القديم، يعني مع الشرع وخدام وإلى آخره. طبعا هلا ما عادوا، صار المشكل مع الرئيس. ليه؟ لأن القضية الرئيسية التي عنوانها الاشتباك مع المشروع الصهيوني عنوان الرئيس الأسد، الخيار المقاوم عنوانه الرئيس الأسد، الوحدة الترابية لسوريا عنوانها الرئيس الأسد، بنية وهيبة الجيش العربي السوري عنوانها الرئيس الأسد، استهداف كل هول سوا هو باستهدافه. عندما يحسم الأمريكي ويبلغ أنه خلاص بقى الحكي مع الرئيس، ما في حل تاني، وعبره ومعه يمكن أن يصنع الحل. إذا فتنا هلأ على التفاصيل، تفاصيل صعبة وتفاصيل قاسية وتفاصيل تتصل بثوابت وتتصل بمستقبل، لكن فتنا عليها. يعني بمعنى انتهت الحرب وهي في طريق الانحدار، عم بحكي الحرب الدولية على سوريا،
لأنه بعد ما تنتهي الحرب الدولية، يعني لما بتوصل أنت الأمريكي يعلن نهاية الحرب الدولية وبيقول نعم تم في حل سياسي وفي حوار داخلي سوري سوري وأنتج حكومة ائتلافية وهي الحكومة شرعية وتحظى بدعم العالم كله وأزلنا العقوبات وهي سوريا الشرعية تواجه إرهابيين وهي مدعومة من كل العالم في مواجهتهم، هذا مش معناته أنه بطل في رصاص. لا، هؤلاء الإرهابيين العشرين هل نقدر نوصلها؟ أنا رأيي إيه، نحن في اتجاهها. لا إلنا 100 يوم، طيب مرق منه 20، نحن اليوم 79 حسب عدنا، يعني 21 يوم مرق. يعني الخمس، السؤال هل أن ما مر في هذا الخمس يعادل خمس المنتظر مروره بالمئة يوم؟ إذا طلع بعادل بيكون معنا حق، وإذا طلع أكثر بيكون معنا حق أكثر، وإذا طلع أقل إلك حق علينا تقول يا شباب أنتم مستعجلين دققوا. شو طلع معنا؟ خلينا نقول أصعب مرحلة، عم نحكي علم استراتيجية وعسكر وسياسي، بالانتقال بين نقيضين هو مرحلة التأسيس للتحول. تموضوع يعني إذا أنت رايح هيك وبسرعة اندفاع الصاروخ وعم تقول بدي سقط وبدي نحي وما عاد أقبل ونظام غير شرعي وأيامه معدودة ولا بد من إسقاطه، إنك تبرم 180 درجة لتقول بدي أتفاوض معه، تأسيس لهالنزول هذا هو الأصعب، بعدين بصير سهل. هل تم هذا التأسيس بالعشرين يوم؟ أنا رح أعطيك المؤشرات. هلا نحن ما نكشف سرد وما قلنا المعلومة، المعلومة أمريكية اللي بتقول ونشرت في كل وسائل الإعلام أنه كان هناك وثيقة موقعة من بيتريوس رئيس المخابرات، من بانيتا وزير الدفاع، من كلينتون وزيرة الخارجية. شو مضمونها؟ شو مضمونها؟ تقديم السلاح النوعي للمعارضة المسلحة في سوريا، وأن الرئيس أوباما رفض التوقيع على هذه الوثيقة وأنه نحى هؤلاء الثلاثة. ومين جاب بدلون؟ خلينا ناخذهم، وما عم بحكي عن أصدقاء العرب، جاب جون كيري أول. لا أنا لا طول بالك، شال بيتريوس أبو جبهة النصرة وعرابها. بيقولوا برجينسكي كان مؤسس القاعدة باجتماعه مع بندر سنة 80 لمقاتلة الاتحاد السوفيتي وجيشه الأحمر في أفغانستان، وبيتريوس مؤسس جبهة النصرة لإرباك وإنهاك من تلك الأيام جبهة النصرة في بلاد الشام. ناس مفكرين هلأ ولدت، لا موجودة في العراق كانت ولبنان وبسوريا. طيب شال بيتريوس اللي بيشغل القاعدة وجاب برنن اللي شغلته الاحتراف بملاحقة القاعدة بالطيارة، اسمه أبو الطيارة بدون طيار، هذا رئيس السي آي آي الجديد. إذن شال مشغل القاعدة اللي أعطاه جرين لايت، أعطاه ضوء أخضر لوك استعمل القاعدة بس جيب لي سوريا، ما جبت سوريا ما بقى تورطني، مع السلامة يعطيك العافية، تعال أنت الحرب على الإرهاب أنت عنوانها شرف. شو يعني لما بتجيب رئيس سي آي آي عنوانه الحرب على الإرهاب؟ يعني عنوانه الحرب على القاعدة، يعني عم تقول له استراتيجيتك انا قبلانها ومعتمدها شرف اشتغل، يعني بتروح بتنسق مع عجزة المخابرات اللي بتعمل ملفات للقاعدة لتلاحقها مش اللي بتعمل تنسيق مع القاعدة. يعني بندر ما في يكون حليفك يا برنن، المخابرات السورية فيها تكون حليفك، المخابرات اللي بتشغل القاعدة وتقدم لها دعم ما فيك تتعاون انت وياها لتلاحق القاعدة، المخابرات اللبنانية فيها تكون حليفك. هذا بعلم المخابرات وبعالم المخابرات يعني انعطاف نوعي لما بتقلب من رأس السي اي اي اللي اسمه احتضان ورعاية القاعدة تحت عنوان الاحتواء المزدوج، بنستعملهم لنتقي شرهم ونعطيهم جوائز طردية كل مدة من زدتلهم جزرة، إلى من يقول لا حل معهم إلا بالعصا، منفتش على تحالفات تقوم على مبدأ مقاتلتهم. هذا أول واحد جو برينن. تاني واحد هاجل وزير الدفاع المرشح لوزارة الدفاع. هاجل بدي أحكي أنا أنه هولي نقاهن أوباما عشو على أنهم بالأصالة منتمون إلى خيارات استراتيجية تشبه الخيارات التي عليه أن يلتزمها في ولايته الثانية. هاجل سنة 98 كان هون عند الرئيس الراحل حافظ الأسد وذهب إلى الكونغرس وقدم إحاطة في لجنة الشؤون الخارجية بأنه آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حدا للغنج والدلع الإسرائيليين اللذين يعطلان فرصة السلام في الشرق الأوسط، لقد وجدت رجلا قادرا على صناعة السلام وأثق بقدرته، هو الرئيس حافظ الأسد. هذا 98. هذا هاجل وقف سنة 2003 صوت رفع إيده بالكونغرس ضد غزو العراق لما كلينتون الديمقراطية كانت عم تسوق لحرب جورج بوش الجمهوري، كان هاجل الجمهوري عم يوقف ضد حرب جورج بوش بالعراق. هذا هاجل بال2006 وقف بالكونغرس وعمل كلمة ضد حرب تموز. هذا هاجل نفسه ضد حرب غزة. هذا هاجل نفسه ضد الحرب على إيران، مش حبا لا بالمقاومة ولا بغزة ولا بإيران ولا بسوريا،
قراءته للمصالح الأمريكية أن الرعونة لن تصنع لنا شيئا، هناك أقوياء في هذا الشرق يجب أن نتعاون معهم وأن نمد أيديهنا إلى أيديهم، رغم أننا مختلفون، نحن مختلفون مع الرئيس بشار الأسد، مختلفون مع السيد حسن نصر الله، هذا هاجل هيك بيحكي، مختلفون مع أحمد نجاب، لكن قدرنا إذا كنا نريد الدفاع عن مصالحنا أن نتعاطى مع هؤلاء، لا أن نكابر بأن نحول الأقزام إلى عمالقة. وقال بعد حرب فيتنام أنه يبذل كل جهده لأجل أن تمنع الحروب في دول العالم. نعم. هل هذا هاجل؟ جون كيري. طيب. جون كيري هو أبو سياسة الانخراط الانجيجمنت، هو منظرها. جون كيري مش شخص عادي، جون كيري صاحب نظريات في الاستراتيجية، جون كيري أحد واضعي ما سمي بوثيقة تيكر هاملتون اللي صدرت في تشرين تاني 2006 واللي تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفاهم مع إيران ومع سوريا ومع المقاومة والضغط على إسرائيل لتعديل. جون كيري نفسه أيضا طبعا بال2006 كان مع الغزو مع العدوان الإسرائيلي على لبنان غير هاجل، لكن جون كيري كان بالحرب على إيران مبدئيا معارض بكل قوة لمجرد التفكير بالحرب. وبالتالي جون كيري هو صانع دبلوماسيات. لما رشحت سوزان رايس، على فكرة أنا من قبل كنت عم أقول إن أوباما عائد إلى الرئاسة لأن البعد الاستراتيجي أكبر من أن يحمل تغييرا في وضعية أوباما، وإن كيري سيكون وزير خارجيته. ولما رشحت سوزان رايس أنا قلت على الهواء في إحدى القنوات الفضائية لن يمر ترشيح سوزان رايس لأنها أحد رموز الاستفزاز في العلاقة مع روسيا، وأبرز مهام الدبلوماسية الأمريكية الجديدة ترميم ما خربته كلينتون في العلاقة مع روسيا التي كان يصفها لافروف لكلينتون هذه المرأة الحمقاء التي لم نتفق معها يوما على شيء إلا وسمعنا عكسه في الإعلام. يعني كنا نقعد بالجلسة نتفق على شيء، ما في بعد ربع ساعة بتطلع بتصرح بيطلع كلام معاكس، فإما هي مجنونة وإما هي حمقاء. وبالتالي كيري المتزن الرصين الاستراتيجي العاقل هو رجل التفاوض الخطير، مش اللي جاي يعطينا ويسلفنا، لا جاي ياخد، لكن هو اتجاه التفاوض. فإذا المؤشر الدولي لما غير، شو غير؟ غير اللي مضوا على التسليح، اللي مضوا على الحربجي، اللي مضوا على الذهاب إلى القتال، وجاب الثلاثة لاستراتيجيتهم وفلسفتهم هي التفاوض. فإذا أول تغيير دولي بالمشهد أن أمريكا رتبت أمورها للتفاوض. طيب في هذه النقطة عندما نقول أنه جاء جون كيري وجاء هاجل وجاء رئيس استخبارات جديد برينر، نعم، هل هؤلاء الثلاثة قادرين على أن يكونوا خارج إطار اللوبي الصهيوني المتحكم بالإدارة الأمريكية في البيت الأبيض وحتى داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ؟ يعني هل هؤلاء قادرون بالفعل عن الخروج عن هذا المتغير؟ خليني أقول لك، أنا برأيي يعني نحن المشكلة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي دائما علاقة فيها حالة تفاعلية وصعود وهبوط وما إلى قانون ثابت. يعني ما في شيء اسمه إسرائيل تقود الولايات المتحدة الأمريكية، ولا في شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية تفرط بمصالح إسرائيل. نقاش يدور داخل الولايات المتحدة الأمريكية كيف نحمي إسرائيل، هل نحميها بأن نتبنى سياساتها التي قد تذهب بها إلى مغامرات وتأخذنا وراءها، أم نحميها بأن نحميها من نفسها أحيانا لأنها تعربد فوق قدرتها على التنفيذ. يعني النقاش هون، مش النقاش أنه نحن بنتخلى عن إسرائيل ولا لا، ما حدا مغروم منهم بالعرب ولا حدا منهم بيحب يرجع لنا فلسطين ولا حدا منهم صار بخيار المقاوم، لكن عم نحكي بنقاش المصالح، انه هاي اسرائيل اللي لما قالت لنا بدي اعمل حرب على ايران هدوني، مش هيك؟ انا رايحة بس ترى ردوني. شوي بينزل عليها 5 صواريخ على تل ابيب من غزة اللي هني لا بيشبهوا الصواريخ اللي عند ايران، يعني 1%، ولا عددهم، شو 5 صواريخ قدام 5000 اللي ممكن ينزلوا على تل ابيب، وشو غزة قدام ايران، ودائر بك تعمل لي حرب على ايران وبس نزل 5 صواريخ على تل ابيب، ما هدي التليفون على واشنطن انت وتقول نستغيث أوقف إطلاق النار بأي ثمن. إسرائيل سقطت كوظيفة استراتيجية، لم تعد تلك القوة التي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2006 أن تعتمد عليها كشرطي لتأديب من يرفع عقيرته ويشق عصا الطاعة في المنطقة. صارت أمريكا ما تحمي إسرائيل، وبالتالي اللي بده يحمي هو بيحدد جدول الأعمال. إذا أمريكا ما تحمي إسرائيل هي بتقول لها إسرائيل مطلوب منك 1 2 3 4. حتى حلفاء أمريكا أو أدوات أمريكا في المنطقة غير إسرائيل مين منه اللي بيقدر؟ ليش؟ التركي أوغلو طلع يصرح بغض النظر عنه، بعدين بنحكي عن الخطيب وشو قال ومبادرته إذا اسمها مبادرة أو ما اسمها مبادرة أو خربشة خطوط على الورق، لكن لما حكى الخطيب أنه نحن لا حل إلا بالحوار ونحن مستعدون للتفاوض، طلع داود أوغلو الفيلسوف
اللي سرق نظرية الجغرافيا السياسية من مؤلفات لافروف ونسبها لحاله وقال أنا أبو الجغرافيا السياسية، هذا أوغلو طلع يقول لا نرى فائدة من التفاوض مع النظام في سوريا. بنفس اليوم المساء نولان ناطقة باللسان الخارجية الأمريكية بتعمل مؤتمر صحفي تمسح في الأرض وبتقول نحن ندعم المبادرة، وبيروح فلتمن بمجلس الأمن بيعمل إحاطة لأعضاء مجلس الأمن بصفته نائب للأمين العام للشؤون السياسية لأنه زرعوه هناك مشان التفاوض. مين بده يقعد مع وليد المعلم مع الوزير وليد المعلم؟ أمريكا مقاطعة سوريا. فلتمن قاعد بالأمم المتحدة باسم إنه مجلس الأمن، بيحضر الوزير المعلم اجتماع لمجلس الأمن لنقاش الوضع في سوريا فبيسلم عليه فلتمن وبصفته نائب أمين عام، بس هو لحساب مين عم بفاوض؟ حساب أمريكا. لحساب أمريكا. إذن هذا هو المشهد الذي نراه اليوم، أن هؤلاء أقل من أن يتمردوا. طيب خذ مثال، إذا تهيأ المسرح الأمريكي جابوا أحسنة التفاوض، المسرح الإقليمي شيء بيضحك، حتى هو العرب والأتراك والهذا اللي بيشتغلوا عند الأمريكان والله العظيم بيحزنوا لأنه يعاملونهم كأحذية، بيستحذوهم بكل معنى الكلمة. الأمريكي قرر أنه رايح له 4 أشهر عم بيحضر مسرحه باتجاه الذهاب إلى التفاوض، ما بيخبرهم. قمة إسلامية بتنعقد بمكة بآب، بيطلع بيانها يدعو بعنوان لا حل إلا برحيل النظام وتسليح المعارضة، وبشيخ علينا سعود الفيصل وبصير يشبر بإيديه وهو بلا شيء بيرجف يعني حاطه على الرجراج، وبيطلع حمد وهذا وهذا وهذا. شوي ما في 6 أشهر تنعقد القمة الإسلامية بمصر، محضرين مسودة بيان ختامي وزع قبل يومين بتقراه بتقول خلص الحرب على سوريا، هلا بدنا يجهزوا جيوش من قطر ومن هذا لأنه عنده جيش 500,000 حمد، بدهم يهجموا على سوريا. وإذ أنا عم بحضر على الجزيرة، الجزيرة يعني لسان حاله لحمد. طبعا بالمناسبة حمد وحمد يعني دبل حمد، الاسمين والرفيع، ظهروا قبل ما يخلص مؤتمر القمة غاضبين على الطيارة فورا. ليش؟ شو البيان؟ فبتقول له هي انه الان معنا مراسلنا من امام مؤتمر القمة، هل يمكن ان تختصر لنا بكلمتين نتائج اعمال القمة؟ قال بكلمتين، لقد تبخر بيان قمة مكة وحل مكان الدعوة لرحيل النظام، الدعوة للحل السياسي بقدرة قادر وبسحر ساحر. طيب خلينا القادر والساحر. وشو الساحر؟ القادر والساحر هو الامريكي اللي قال لهم قبل بربع ساعة بعتوا لي نسخة عن المسودة، بعتوا لي اياها، قال لهم كبوها، هذا كله ما له لزوم، خلصنا، بتقولوا لا حل الا حل سياسي. كان سلمان خاطب كلمة الملك عبد الله بالقمة، ما معه خبر، ولك ما بيخبروهم، يعني ما بيقولوا لهم لحفظ ماء الوجه انه لا تتورطوا وتعلوا السقوف ترى القصة تغيرت، بيتركوهم، لانه بالنسبة لهم هؤلاء احذية، يعني ما بيعملوا لهم قيمة، ما بيعملوهم كحلفاء. وبالامرة انه بعتوا لنا المسودة بيكون شي سفيرها، مش انه يعني وزير خارجية او لا او قائم باعمال يمكن او ضابط بالمخابرات، بعتوا لنا المسودة، بعتوا المسودة قال له خزق اكبه ما لزوم، بتقولوا دعا الى الحل السياسي في سوريا ودعم مساعي الحل السياسي و و و و الى اخره. طيب هيئ لك المسرح الاقليمي ورجع احيا مبادرة الرباعية المصرية السعودية التركية الايرانية، جهز لك في روسي امريكي بدون يعدوه، في سعودي مصري تركي ايراني، زعب القطري قال له بك تدفع حق الفشل ورطني وما طلع من امرك شيء، بقي المحلي. طيب صار مشهد بموضوع المعارضه، مين اللي بده يكون المحلي؟ طيب نحن كان في مجلس شكلوا القطري والتركي والسعودي والفرنسي، مجلس اسطنبول، فجاه بلشنا نسمع حمله في الصحافه الامريكيه، مراكز الدراسات الامريكيه، ولك ورش عمل، يعني في 32-33 ورشة عمل انعملوا بمراكز الدراسات الأمريكية تحت عنوان ضعف تمثيل المجلس الوطني السوري، يعني مجلس اسطنبول. أنا كنت أسأل جلطوها لكلينتون أنه ليش هالحملة؟ يعني شو مصلحة أمريكا بهالحملة؟ وأنه فشلوا بتوحيد المعارضة، وأنه ما قدروا يستقطبوا الأقليات، وأنه ما قدروا يجيبوا لا علويين ولا مسيحيين ولا دروز، وأنه بقلب السنة ما قادرين يجيبوا الاعتدال، وأنه 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 وانه اذا توحدوا رح نعترف فيهم. شو يعني نعترف فيهم؟ نعترف فيهم مثل انه منظمة البوليساريو، ولا نعترف فيهم نعطيهم سفارة مثل مجلس الانتقال الليبي؟ رح نخليهم يشكلوا حكومة، رح نعطيهم موازنة، رح نسلحهم. طيب امام هذا الاغراء وامام هذه الحملة جمعوهم بالدوحة
وضجيج ومصاري وشنت فايتي وشنت طالعة وهذا زعلان وهذا راضي وهذا معلش هلا ما إلك محل عود على جنب بنشوف من رتبك بكرة بالحكومة وهذا بنعملك سفير وهذا كذا. بعد 3 أيام شو طلع؟ إنه خلص مش الحال، توحدوا يلا اعترفوا فينا واعطونا المصاري وشكلونا الحكومة وسلمونا السلاح. طلع كل شيء صار إنه جاب معاذ الخطيب. يا عمي مين هالزلمة هذا بيحرز كل هالجلبي والضجيج وحملة 3 أشهر على مجلس اسطنبول ما بيمثل؟ وبعدين انتوا على علمي انه اعتراضكم على مجلس اسطنبول انه ما استقطب المسيحيين، جابوا لكم زور صبرة رحتوا جبتوا رجعتوا إمام مسجد، يعني مش رايك بالقصة؟ في قطبة مخفية بالموضوع، في سر في الطربوش لا يعرفه إلا الكوة الأمريكي. شو هو؟ بيّن انه الأمريكي بده رئاسة المعارضة. وقال زعيم المعارضة، طيب اسم كبير ومزرعة خربانة، بس انه قال زعيم المعارضة ما عاد بدهم هلا لا مجلس اسطنبول يجتمع ولا ائتلاف الدوحة يجتمع ولا شيء. جمعوهم أخذوا الاسم حطوه بالجيبة بالوقت المناسب. مستر خطيب جيم أوفر، خلصت اللعبة. طلع أقول لا حل عسكري في سوريا، نحن مع التفاوض، وعبي تحت منها شروط قد ما بدك للتفاوض، بس ما بجيب سيرة مستر أسد. منيح؟ بيطلع بيقول لك بدي 160 ألف معتقل وبدي وبدي وبدي، وهو مسكين ما عنده خبرة ولا شيء. معكم 10 أيام جواز سفر. بعد 10 أيام ما بيمشي، ايه بده جواب، مش عارف ليش قلبه على جواز السفر. بعد 10 أيام والعربية نازلة فينا عم تعدله كيف نحن عم نعد 100 يوم، ويبقى يومان من المهلة التي حددها الخطيب لمبادرته، صبح الأحد، ويبقى 10 ساعات حتى تنتهي المهلة التي حددها الخطيب لمبادرته. ما سمح له هو يقول خلصت المبادرة لشي مبادرة أبوه، مبادرة الأمريكي هاي. بيطلع مؤتمر صحفي، قال له طلع بقى شو بدنا نعمل لي مهل وما مهل، نحن طلعنا فلتمن يعمل إحاطة بمجلس الأمن لنقعد نلعبك قلة. طلع قول إنه اخترع أي سبب، قول أنا بعمل جاهز حاضر مدري شو، وبلش يقرب. كان بالأول بده يفاوض بجنيف، هلا صار بشمال سوريا. بكره بقولوا طيب ما بين شمال سوريا والشام مش فاس مين، كله سوريا. فإذا داخليا انسرق اسم المعارضة، هلا صار في دخلك إني دوليا هاي المعارضة كلها ما هني بيعرفوا على الأرض ما بيمونوا، وشعبيا ما بيمونوا، وعسكريا ما بيمونوا. يعني هاي المعارضة إذا عمل وقف إطلاق نار، الإبراهيمي مش أنا قال إنه مجلس الأمن إنه إذا أصدر الائتلاف قرارا بوقف إطلاق النار فهو لا يستطيع أن يضمن وقف إطلاق نار، لأنه اللي عم بيقاتل على الأرض حدا تاني ما خصهم. طيب شعبيا إذا راحوا انتخابات هول الائتلاف ما بيجيبوا 10%. طيب هني شو؟ هني صدى للقرار الدولي بالحرب على سوريا. إذا الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي والقطري والسعودي ضلوا يطبلوا ويزمروا صبح ومساء زعيم المعارضة زعيم المعارضة زعيم المعارضة، ما عادش في معارضة، صار زعيم هذا. فالأمريكي نصب الورقة التي يريد أن تكون هي العنوان المحلي، وهذا العنوان المحلي إذا هيئوا بشو؟ بإنوالها بالمية وثمانين درجة اللي اسمها لا حل إلا بالمواجهة العسكرية إلى لا حل إلا بالمفاوضة السياسية. إذا هيئ دوليا وهيئ إقليميا وهيئ محليا بالعشرين يوم، بعد ما في قدامنا 80 بهالعشرين يوم هيئ هول، غطى التصعيد العسكري ليحسن أوراقه التفاوضية. لكن دخلنا على مرحلة التشبيك، شباط هذا الشباط اللي فيه اللقاء الروسي الأمريكي اللي فيه التفاوض مع إيران، هذا مليء بالأحداث الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية. لأنه بس نفوت على الربيع ما في أزمان بتتحدد بالرزنامات مندقق فيها شوي بنعرف خفاياها، إنه ليش الربيع؟ لأنه أوباما بكانون أول كان مخاطب قبل منها بثلاث أشهر وكالة الطاقة الذرية بأنه آن الأوان لتحولوا ملف إيران إلى مجلس الأمن. بقاب لما فشلت المفاوضات بموسكو وما قدروا يوصلوا لنتيجة، مع العلم ببغداد كانوا واصلين لكل شيء، كانوا متفقين بال5+1، اختلفوا عشو بال5+1 عشو اختلفت إيران، وال5+1 هي غطاء للأمريكي. شو الخلاف اللي صار على سوريا؟ بالملف النووي متفقين على كل شيء، وإنه إيران قالت أنا جاهزة أعلن بأنني خصبت ما يكفيني 6 سنوات من اليورانيوم 20 درجة، وبالتالي أتوقف 6 سنوات عن التخصيب. بس كانوا بدهم إنه في موضوع سوريا، ما مشيت إيران في موضوع سوريا قلبت الطاولة قالت لهم ما بمشي في الملف النووي. كويس؟ كويس. لما إيران ما مشيت قال له نبعثوا لنا ملف على مجلس الأمن، رجع بكانون أول قال له وكالة الطاقة الذرية شو لا تبعثوا ملف إيران على مجلس الأمن، بتمنى تعطوها مهلة للربيع، مهلة للربيع لحل أزمة سوريا، مش المهلة بالربيع للملف النووي المنتهي الاتفاق عليه.
هلا بيقول لهم تعالوا نتفاوض ثنائيا للايرانيين، مش هيك؟ بيرد عليه السيد الخامنئي لا تفاوض ثنائي. ليش؟ بعد ما ركب الملف على سوريا، بدك تفرجيني انت بسوريا النواياك الشريره نزلت ولا بعد؟ بتدعي اشتون، تخيل انت هالعالم قديشو كوميديا سوداء، يعني بثير الضحك انه بتطلع اشتون ناطقه بشؤون الخارجيه والامن في الولايات في الاتحاد الاوروبي شو بتقول؟ بايدن نائب الرئيس الامريكي بميونخ انه على ايران ان تستجيب لدعوات التفاوض، وكانت ايران قالت لي حالا عم تقولكم تعالوا نحل سياسيا، ما تروحوا على العقوبات والتصعيد وتقولوا ابدا لا حوار. هلا صار على ايران ان تحاور، وهلا ايران بتقول انا ما بدي حاور، بدي اشوف التعديلات في الميدان. وين التعديلات في المساله السوريه؟ بدك يا امريكي تقول انه الحل هو بالتفاوض مع الرئيس الاسد، وبدك تقول انه الرئيس الاسد ثبت بانه يمثل شريحه وازنه من السوريين لا يمكن تجاهلها، اذا كانت المعارضه تمثل شريحه وازنه اخرى، بيطلع هذا الكلام، بيطلع معه كلام اوروبي مشابه، راح يقولوا هالكلام طبعا بدهم يقولوه اجوا فوق رقبته بالقوانين يوم اللي جاي. انا قبل الربيع هو بدء الانخراط السياسي، يعني بالربيع نحن بدنا نشهد بين نهاية آذار ومطلع نيسان أول جولة عنوانها التفاهمات حول سوريا. فبدي يكون الأمريكي حاكي هيك، وأنه صناديق الاقتراع هي التي تقرر شرعية الحكومات. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني سحبنا كلامنا أنه سقطت شرعية الأسد، صناديق الاقتراع تقرر، فإذا ربح بصندوق الاقتراع خلينا نؤدي التحية للشعب السوري. كل هذا التمهيد بدك تبلش تسمعه، وأنه إذا المعارضة السورية ارتضت حلا سياسيا فلا يمكن لنا إلا أن ندعمها، بس هو بيكون دافشة. نحن أمام مشهد شبيه بلبنان 82 83 84 2011 2012 2013. بلبنان كنا 82 اجتياح إسرائيلي بده يأسر لبنان يعملوا إسرائيلي، و17 أيار ومارينز، ما كان في مارينز بلبنان، وحاملات نيوجيرسي وقصف وطيران واللي بدك إياه. 2083 كسر المشروع، 84 تكسر وتخلى على المشروع ورحلوا المارينز. بأزار 84 انعقدت بجنيف، مش بالطائف، الناس فكروا الحل بلش بالطائف، انعقدت بجنيف وبلوزان قمتين للأركان اللبنانيين بحضور سعودي وسوري كمراقبين. وغدا سنتذكر انه ممكن نلاقي مشهد قدامه الوزير علي حيدر من جهة، معاذ الخطيب من جهة أخرى، وهيثم مناع من جهة ثالثة، وحاضر معهم بوغدانوف، وحاضر معهم ويليام بيرنز، وحاضر معهم فيلتمن بصفته نائب أمين عام، وحاضر معهم الأخضر الإبراهيمي، وتداول الأوراق. هذا الإخراج الجوهري والأساسي هو في مكان آخر. الجوهري والأساسي هو أن هذه الحرب التي أرادت كسر إرادة سوريا وتغيير موقعها الجيوستراتيجي قد منيت بالفشل. طيب، هذا كله جميل، تحدثنا عن متغيرات اقليمي دولي بالاول، بعدين اقليمي بعدين داخلي. طيب اسرائيل، اذا بقى النظام في سوريا، اذا بقت الدوله السوريه على هيبتها، الجيش العربي السوري الذي لم يفرق والذي حاولوا ان يحاربوه بقى بقوته، هذا امر خطير عليه. يعني هل سوف تبقى، يعني لا اريد ان اقول متفرجه، حاولت ان تلعب قليلا في الجمرائيه لكنها ايضا لم تحصد نجاح كبير في هذا الموضوع وفشلت. ماذا هو الموقف الإسرائيلي، ردة فعل الإسرائيلي على كل ما يحدث الآن؟ خليني أقول لك، الإسرائيلي اللي عم تقوله أنت عنه صحيح، بمعنى أنه هل سيتقبل أصلا. لما بنسمع نحن تقرير الشباك تاع 2011 اللي استبق الأزمة في سوريا بأشهر، يعني ب1/1/2011 في تقرير اللي إجى على أساسه رئيس الشباك الجديد اللي هو جهاز التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل معروف الشباك، فهذا التقرير شو بيقول؟ بيقول ان انسداد الافق امام التسويه في المنطقه سيضعها امام حرب اتيه لا محاله، وبيقول ان هذه الحرب الاتيه ستكون شبيهه من حيث الشكل بحرب عام 73، وبيقول اذا كانت حرب حافظ الاسد مع حفظ الالقاب، عم بنقول اقتباسا شو قالوا، عام 73 هي حرب تهديد امن اسرائيل، فان الحرب القادمه هي حرب بشار الاسد لتهديد وجود اسرائيل، وإذا كانت حرب حافظ الأسد قد استطاعت أن تشرك معها حليفين لأمريكا هما الملك فيصل وأنور السادات، فإن وراء بشار الأسد في الحرب القادمة كل من إيران بقوتها العملاقة وحزب الله المدجج بالسلاح حتى أسنانه، ولذلك وقد بنى جيشا وأعده للقتال وأمضى أكثر من ثلثي وقته طوال 10 سنوات متفرغا لبناء وتسليح وتنظيم وتدريب هذا الجيش، إن إسرائيل ستكون في دائرة الخطر. شو بيخلص؟ شو بيخلص؟ بيقول
إن بقاء إسرائيل ومستقبل إسرائيل يتوقف على منع بشار الأسد، معمول اقتباسا كما ورد، من حربه هذه بأي ثمن. لقد كنا دائما نقول للولايات المتحدة الأمريكية إن نظام الرئيس الأسد، أي الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد، هو نظام معاد وخطير، لكن العبث باستقرار سوريا قد يجلب ما هو أخطر. الآن يجب أن نقول إن أي بديل مهما كان خطيرا فهو أقل خطورة من بقاء بشار الأسد. فإذا وشوي بلشنا نشوف، شو بلشنا نشوف؟ في بتقلي مظاهرات وبتقلي مدري شو هذا، وفي أجهزة مخابرات فاتت وأوست على المتظاهرين وأوست على أجهزة الأمن السورية، يعني أجهزة مخابرات أجنبية مدرب ناس مشغل ناس لحتى تكبر الفتنة. هذا نص المشهد. النص الثاني، النص الثاني من المشهد، أنه في أهداف استهدفت طوال هذين العامين ما إلى علاقة بلعبة معارضة ونظام. بمعنى أنت عم تشهد أحداث بدرعة سواء بشقها الشعبي أو الأمني، يعني مظاهرات واشتباكات أو معتقلات. وهذا شوي في موقع بنوى اللي بعيد عن الناس، ولا دخلوا ولا في حوالي سكان ولا شيء، وفي حوالي 6 عساكر بيحرسوه، وحوالي 10 ل15 مهندس من كبار مهندسي الحروب الإلكترونية بيشغلوه، مرصود لمتابعة إسرائيل ونشاطها الإلكتروني، يتم استهدافه وقتل من فيه. هذا شغل مين؟ إسرائيل، شغل موساد. طيب شوي في طيارين المتدربين على أحدث أنواع الطائرات الميج 29 جايين على مطار حمص بينخطفوا أمام المطار ويقتلوا. شوي علماء الكيمياء وعلماء الهندسة بجامعات حمص وحلب والشام ما بتسمع إلا على باب بيته 2 وإجوا أوسوه. حرب المخابرات الإسرائيلية لاستثمار ملف الأزمة السورية كان إيواء وتدريب وتنظيم، حتى اللي قالوا مرة أنه الاشتباكات تدور على منطقة قريبة من خط الجولان، مش صحيح. هذه مجموعات كانت طالعة من داخل الأراضي المحتلة بحماية المخابرات الإسرائيلية للتسلل إلى داخل الأراضي السورية لتنفيذ عمليات تخريب، اشتركت مع حرس الحدود السوري. وبالتالي الإسرائيلي متحفز في متابعة ما يجري في سوريا لحظة بلحظة، غرفة عمليات خاصة جاب المعارضة وقعد عنده استضافهم وطلع منهم تصريحات وبعت القناة الثانية على إدلب واللي بدك إياه. شاف هذا مش مثل العرب ما بيخبروا الأمريكان، هون الفرق عم تقولي إسرائيل وأمريكا. مش مثل العرب والمسلمين، يعني مش مثل أوغلو وأردوغان وحمد وهذا آخر ربع ساعة بيبعتوا لهم أنه بعتوا لنا المسودة لا كبوها وخدوا هاي. لا، إسرائيلي بيحطوه بالجو بيقولوا له اللعبة في سوريا بلغت نهايتها ونحن ذاهبون إلى التفاوض. تجتمع العقول الإسرائيلية وتقول كيف سنتعامل مع هذا الوضع. طيب ما في إمكانية لدفع أمريكا لمواصلة الحرب، خلص نحن صرنا عبء، ما عاد فينا نحن نهدد. طيب نحن كنا فاتحين أحسابنا واليوم صرنا عالي على أمريكا، هي بقى تحمينا، هي بعتت لنا الباتريوت، وهي حطت لنا البطاريات، وهي عملت لنا القبة الحديدية، وهي عم تمولنا، وهي بالآخر جابت حماس على حضن الإخوان بمصر وقالت لهم عدوا عاقلين ما تعملوا مشاغبة على إسرائيل. فبالتالي ما عاد عندنا قدرة صناعة السياسة في أمريكا. نجي من إلا لأمريكا، طيب أنت مش راح تفاوضي؟ طيب بدك أوراق تفاوض؟ طيب نحن راح نضيفك أوراق تفاوض، راح نحط بجيبتك أوراق. شو عملت إسرائيل؟ أولا معروف في شيء طبعا لما صار فك الاشتباك بال74 على الجولان، مع فك الاشتباك بتنشأ أنواع من التفاهمات على طريقة وديعة رابين. وديعة رابين نعرف نحن شو هي وديعة رابين، انه ماذا لو، يعني لو قبلت سوريا بالسلام هل يمكن الى اي خط يمكن ان تنسحب اسرائيل؟ فجاوب وقتها رابين انه الى لا مانع من الانسحاب الى خط 4 حزيران. ماذا لو بتقبلوا انه قوات دولية تكون بالمحل الفلاني والمحل الفلاني؟ ماذا لو، هاي وديعة رابين اللي هي اسئلة افتراضية، ولسوريا اسئلة افتراضية مقابلة هذه المفاوضات غير المباشرة اللي تسمى التفاهمات. التفاهمات اللي رافقت فك الاشتباك انبنى عليها، اجا كيسنجر وراح واجا زيارات مكوكية بين سوريا واسرائيل ليعمل آلية منع نشوب حرب. مش بس فك الاشتباك، شو منع نشوب حرب؟ انه شوية الاشياء اللي اذا عملتها اسرائيل سوريا ما بحلة تعمل حرب، وشوية الاشياء اللي اذا عملتها سوريا اسرائيل ما بحلة تعمل حرب. ما قدر ينتزع من الرئيس حافظ الأسد بال74 عدم إيواء المقاومة الفلسطينية، تمام، وما قدر ينتزع منه ضمان بأن هذه المقاومة لن تخطط وتجهز لعمليات تستهدف إسرائيل من سوريا، لكن بلغوا للرئيس الأسد أنه أوكي أنتم ممكن تعملوا هيك وتعملوا هيك وتعملوا هيك، بس إسرائيل إذا اكتشفت
واغتالت واستهدفت، ما بحلكم تعملوا حرب. هاي تحت الخط الأحمر، انتوا فيكم تعملوا ودربوا وجهزوا ونظموا وبتعملوا عمليات بقلب الأراضي المحتلة وتربحوا صحتين عالبكم. تكشفها إسرائيل أبو المتصيق فضربها بداخل سوريا صحتين عالبة. هاي قواعد اللعبة بسموها قواعد الاشتباك. مطارات سورية، صواريخ سورية، الأسلحة التي كانت بيد سوريا في فترة الحرب، أي السلاح الكيميائي وغيره كما يقال، مش يعني أنا لا أتبنى، هاي خط أحمر بتدقوا فيها يا إسرائيليين تعمل حرب. طيب بالستة وسبعين سوريا حست بأن فلتان الأمن في لبنان بسبب الحرب الأهلية سيهدد أمنها الداخلي ونسيجها الاجتماعي، لأن اللعبة كان عنوانها طائفي وإسلامي مسيحي وكذا، فدخل الجيش السوري إلى لبنان مش هيك؟ بس وصل على النبطية على العيشية دخلت إسرائيل وقصفت. بمعنى أنه من قواعد الاشتباك يحق لسوريا أن تحفظ أمنها من الضفة اللبنانية، لكن بما لا يخل بميزان القوى مع إسرائيل. باثنين وثمانين فاتت إسرائيل على لبنان تحت عنوان أن منظمة التحرير باتت لا تحتمل وأنها أخذت شرعية وتغطية دولية للتخلص من منظمة التحرير. ليش ما وصلت على بقاعه على الشمال؟ لأنه يمكن لإسرائيل، عم بحكي بقواعد الاشتباك، أن تحمي أمنها من الضفة اللبنانية لكن دون أن تخل بميزان القوى في الصراع مع سوريا. هل قواعد الاشتباك إسرائيل قالت بركي في فرصة هلأ أني عدلها بشو؟ بأنه في موقع حيوي اسمه مركز البحوث العلمية، هذا جزء من الخط الأحمر، هذا ممنوع المساس فيه، هذا مش مثل منشأة دير الزور اللي أنا قلت عنها كإسرائيل أنها منشأة نووية فهي من عالم ما بعد 74. إذا سوريا راحت عن نووي فأنا بحق لي أني أضرب وما بحق لسوريا تعمل حرب. هذا مش اغتيال الحج عماد مغني اللي بحق لسوريا تدعمه وتساعده وتسانده وتقوي وتسلاح وتعطيه وكذا، بس إذا أنا اكتشفته فيني طالوا، هو كلهم ضمن قواعد الاشتباك. مسؤول بحماس ومسؤول عن توريد السلاح فيها تحمي سوريا وتعطيه جوازات سفر ويروح ويجي وتقوي، بس إذا كشفته فيني طالوا بدون ما تعمل سوريا حرب. هو كله قواعد الاشتباك. جمرية خارج قواعد الاشتباك، جمرية مساس بالخط الأحمر. شو عملت إسرائيل؟ قال إذا عملت هاي بغطيها بشو؟ بإني بسهل على القيادة في سوريا المنهكة في أزمة الداخلية واللي ما بدها تتورط بمواجهة وهذا، بلا أنا رح أطلع بيان بقول بإنه اللي استهدف هي قافلة حاملة أسلحة لحزب الله. فإذا قبلت القيادة السورية هذا بكون ثبتت تغيير قواعد الاشتباك. وبدأت بحثا عميقا مع الأمريكي حول دفتر شروط التفاوض بما يطال منظومة السلاح السوري، ما يحق لسوريا امتلاكه وما لا يحق لسوريا امتلاكه، ما يحق لسوريا تصنيعه وما لا يحق لسوريا تصنيعه. شو كلمة السر المفتاحية هون؟ كلمة قافلة. إذا سوريا بلعت كلمة القافلة معناتها مش الطعم الإسرائيلي وركب، لكن سوريا أقوى رد سوري. أنا هون بدي أقول أقوى رد سوري. شو بدي باللي بيقول لك حلق طيران وراح ولا شو ما عمل؟ اقوى رد سوري هو شو؟ هو الرد الاستراتيجي اللي اجى طلع بيان، لا فينا رد في الزمان والمكان ونحتفظ بحق لا 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 ولا شيء. وصف الذي جرى لا مش صحيح قافلي، مش صحيح ابدا. وهذا المخرج اللي اردتوا تعطونا اياه شكلا لحتى نقبل الهزيمه مش حيمرق، ما قبلناها. انتم اخترقتم الخط الاحمر، أنتم استهدفتم منشأة حيوية، أنتم خرقتم قواعد الاشتباك، أنتم أقدمتم على العبث بقواعد التوازن والاستقرار التي حكمت الشرق الأوسط منذ فك الاشتباك عام 74. هاي المعادلة. شو يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن مشروع إسرائيل من الغارة في فتح ملف التفاوض على قواعد اشتباك جديدة يصبح فيها منظومة السلاح السورية قابلة للتفاوض، ردت عليه سوريا بأنه لا هذا مش قابل للتفاوض، منظومة السلاح السورية غير قابلة للأخذ والرد، لا بعدد صواريخها ولا بمداها ولا باختباراتها ولا بتجاربها ولا إذا في كيميائي وما في كيميائي بحق لها وما بحق، كل هذا غير قابل للأخذ والرد. هون شو صارت الوظيفة الإسرائيلية؟ التمسك بعنوان القافلة. طيب هذا الحد الأعلى ما زبط، طيب حد أعلى أدنى، شو هو الحد الأدنى؟ الحدود اللبنانية السورية. طيب يا أمريكا بدك تروحي تعترفي بنظام الرئيس الأسد وترجعوا تتعاونوا أنتوا وياه وتعتبروه أحد الأعمدة الفقرية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمكن ترجعوا تعطوه تفويض في لبنان وفي غير لبنان، بس علاقته بحزب الله كمصدر للخطر على أمن إسرائيل، نحن عم نعطيكم السلاح أنه تقولوا
لكن بدنا ننشر اليونيفيل على الحدود بين لبنان وسوريا كما كان مطروحا يوم صدر القرار 1701. خدوا هالورقة وحضروها. كيف بقى تتحضر؟ بأزمة عرسال، بتفجير على الحدود، يضع حالة سياسية شعبية لبنانية في مواجهة الجيش اللبناني، بيطلع رئيس بلدية عرسال شو بيقول؟ شو بيقول؟ إننا لا نثق بالجيش اللبناني لكننا نثق باليونيفيل. شوف الإسرائيلي بيقول يونيفيل، فريق بتيار المستقبل بيقول يونيفيل، بيرجع بتنتعش المعزوف من جديد بالتواكب مع لعبة التفاوض التي تذهب إليها المنطقة. طبعا هذا إيقاعه على شو عم بيتم؟ عم بيتم على لعبة حلف المهزومين، يعني أنا بسميهم أيتام باتريوس، من بندر إلى حمد إلى أوغلو، هو أيتام باتريوس. هول عم بيحاولوا اليوم أنه يشبكوا مع الإسرائيلي بعد رحيل باتريوس، أنه نحن من ما تخدمنا، نحن من عزز لك أوراقك، احفظ لنا دور، لأنه كلمتك عند الأمريكي تختلف عن كلمتنا. طبعا بالمناسبة معروف أنه بين بندر وجون كيري يعني قطيعة من عمر ما كان بندر سفيرا في واشنطن للمملكة السعودية، ولذلك كانت إحدى الاستجابات السعودية لمرحلة رحيل بيتريوس وكلينتون وبانيتا ومجيء الثلاثي الجديد، أول استجابة كانت هي تعيين ميغرين بن عبد العزيز نائبا ثانيا لمجلس الوزراء بالصراع. معروف أنه الصراع هو بين ميغرين وبندر، وأقصي ميغرين عن رئاسة المخابرات لتعزيز موقع بندر. اليوم حصل العكس، أنه عين وليا لولي العهد فصار هو الرقم ثلاثة في المملكة، وبالتالي وضع بندر جانبا. الآن الجبهة اللبنانية مطلوب منها أن تقدم، يعني جبهة اللعبة اللبنانية، جبهة الفريق المرتبط بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي الإقليمي في لبنان 14 أذار وتوابعها، مطلوب منها أن تخدم المشروع الإسرائيلي بإعادة إنتاج مبررات بعكار وبعرسال وبغيرها لطرح اليونيفيل على الحدود اللبنانية السورية، لأن هذا هو المكسب الوحيد الذي تحلم إسرائيل بأن تحصل عليه في لعبة التفاوض التي ستجري حول سوريا. طيب يعني احنا هلا رحنا لبعيد، دخلنا لبنان بالموضوع، والعراق ربما داخل من جهة أخرى، ادخال لبنان والعراق، هل هو دور مطلوب من إسرائيل أو أمريكا ادخاله في هذه المرحلة من أجل التغطية على مرحلة 100 يوم التي تحدثنا فيها والثمانين يوم القادمة، أم أن العراق ولبنان ادخاله الآن في المرحلة في هذه الفترة الزمنية الحرجة سوف يخفف الضغط عن سوريا؟ خليني أقول لك، أنا رأيي ما في شك أنه ملفت اللي صار بالعراق بتسارعه، وملفت بتوقيته، في أزمة بالعراق ما حدا كان متوقعه، لا وفي أزمة بالعراق معروفة، بس ليش هلأ؟ ليش هلأ في حدا بده يطلع يقول بنستقل بأربع محافظات وخمس محافظات وست محافظات؟ يعني ليش طرح مصير الوحدة الوطنية للتراب العراقي في هذا التوقيت؟ واضح أنه هناك تمويل، واضح أنه هناك تحريض، واضح أنه هناك تغطية إعلامية، واضح أنه هناك حلف غير مغطى، يعني حلف معلن تركي قطري سعودي حامل حاضني للذي يجري في العراق. شو القضية؟ شو اللي صار؟ اللي ما بيقدر يقبض بسوريا بده يحاول يقبض بمحل ثاني. التركي والقطري والسعودي باتوا مدركين أنه ما في إلهم نصيب من نتاج التفاوض الذي سيتم في سوريا، عم بيحاولوا يكونوا التعويض في العراق وفي لبنان، لذلك عم نلاقي جماعاتهم في لبنان والعراق بأعلى درجات التصعيد، بأعلى درجات الجهوزية، بده يصير التفاوض حول الملف السوري دوليا، بدهم معه يرفعوا أعلى مستويات التوتير في الجبهتين العراقية واللبنانية أملا بأن يحصلوا على مكاسب تعويضية في هذين البلدين. التركي انت لاحظ مثلا المواقف الرسمية التركية استفزازية عدائية ضد العراق، مد اليد داخل الأرض العراقية، التدخل في شأن بشكل علني علنا. ليش؟ لأنه في تسوية بتركب بالمنطقة. طيب بدنا نتصالح، بدنا تتصالح تركيا والعراق اللي مختلفين هلا. طيب بتقول تركيا أوكي أنا بسلم طارق الهاشمي، وراح تسلمه بالتسوية، بدها تسلمه، وبدها تقول أنا برفع إيدي عن إقليم كردستان وما بعود باخذ منه نفط خارج نطاق موافقة الحكومة العراقية. طيب شو بده يطلع لي؟ بده يطلع له عقود للشركات التركية، وبده يطلع له حقوق تنقيب عن النفط، وبده يطلع له هاي التسويات الكبرى. هيك بدها تصير بلبنان. بده يقول السعودي يا أخي طيب أنا رح أعترف بشرعية النظام الأسد، وأنا رح أطلع من التعبئة تاعتي، وأنا رح ألم هول المشايخ الفتاوى أبو ريالين وخمس ريالات وعشر ريالات اللي بطلعهم على التلفزيونات. طيب بس أنا بلبنان
بدي ثمن. انت كامريكا بدك تفوت سوريا بلبنان؟ يا اخي بدك ترجع تزبط لي سعد الحريري، يا اخي بنبعته لسعد الحريري يبوس ايده للرئيس الاسد ويقول له يا عمو اعذرني وانا غلطت وسامحني. مثل اول مره؟ لا هي اول مره، هالمره تعرف يا لطيف، لكن دبروا لنا اياه. فلذلك قابل المساله للتدبير. هون شوف، يعني اولا انا ما في نيمون واحكي بالنيابه عن الرئيس الاسد، مو في سوريا، مو في سوريا، في خارج سوريا. السعوديه انا رايي المجيء بمقرن هو قرار انخراط في اللعبه السياسيه الدبلوماسيه التفاوضيه، وهو قرار بانهاء عهد بندر. قطر كلها خارج اللعبه، قطر كلها كلها الرباعيه اصلا، لما بتقول سعودي تركي ايراني مصري يعني اوت قطر، وقطر ستدفع ثمن نهايه الازمه. ما في هون، ما عندنا بلعبة لا غالب ولا مغلوب، في حدا بده يدفع ثمن. وأنا رأيي بلبنان سعد الحريري راح يدفع ثمن، راح يتمنوا السعوديين. مع العلم أنا معلوماتي أنه مقرن معتبره خانه، لأنه هو ولد مقرن، يعني الذي أنتج سعد الحريري اللي ما بيعرف يعرف أنه مقرن لما راح يفاوض نواز شريف في باكستان على المنفى في السعودية مقابل إخراجه من السجن أن يمتنع، لما براويز مشرف حطه بالحبس وشافه بالسجن، الوفد اللي زار باكستان باسم رسمي ببيان رسمي على التلفزيون الباكستاني، زار وفد من المخابرات السعودية برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز يرافقه من قادة المخابرات سعد الدين رفيق الحريري. تاني زيارة زار وفد من المخابرات برئاسة سعد الدين رفيق الحريري. فهذا خان لمقرن واشتغل مع بندر، بيصفح عنه مقرن وبيطالب فيه، والله بيقول يا خي طيب شو بيشكل مئاتي؟ ما نحن اخترعنا رفيق الحريري ونحن اخترعنا سعد الحريري، ما كل عمره لبنان كان فيه بيت سلام وبيت كرامي وبيت اليافي وبيت البزري وبيت الحص، ما نحن قلنا هذا من يمثل. طيب اذا سوريا مش قادر تتعامل معه لهذا الارعن الولد، ففي واحد ناضج وحكيم وعاقل وصحبه سوريا وصحبه نحن وياه والمجتمع الدولي قادر يتقبله، وقطعنا نجيب مئاتي مثلا. وانا اعتقد بان الامور قد يكون الارجح ان تسير بهذا الاتجاه. بهالمعنى عم قول في ترتيبات، بس ساعتها نجيب مئاتي بصير بالنسبة للسعودية أنه هو قاسم مشترك. بالعراق بده يصير في ترتيب ما كمان يشعر فيه التركي والسعودي بأنه ضمن لعبة المعادلة الجديدة. بسوريا ما رح يقدروا ياخدوا، بالعراق أنا بستبعد يقدروا ياخدوا غير اقتصاد، لأنه معادلة العراق قوية اقتصاديا تقدر تعطي، أمنيا لن تعطي، سياسيا صعب تعطي. بلبنان بدهم يوضبوا حال على ان المعادلة مختلفة، فبده ينزل سقفهم وبده يقبلوا بانه اوكي ثم تدور للسعودية بس مش بسعد الحريري. طيب هون انا رأيي نحن قادمين على شيء بيشبه ما بعد الحرب العالمية الثانية. في ناس ما عم تقدر تستوعب انه هذا اللي عم بصير بسوريا هذا ولادة معادلة جديدة بكل الشرق الاوسط. في وجوه بدها تغيب عن المسرح، ويمكن في كيانات تغيب عن المسرح. شو بعرفني قطر ترجع، يعني شو بصير بينه وبين السعودية؟ ما بعرف. انه السعودية تنتقم لعشرين عام من التطاول والعربدة القطريين بانه تقول طيب انا بعطيكم بسوريا ولبنان والعراق، اعطوني قطر، اعطوني قطر. طيب ليش ما تبقى هذه الخاصرة فيها شوكة تنغوزني كل شوي وهذا فاشل وتافه؟ اسرائيل ترضى؟ ليش ما ترضى؟ اسرائيل اذا ثمن الذي تريده هو تسوية راسخة في المنطقة وصار ملف المستقبل الفلسطيني المقلق اللي كانت تمثله غزة بصورة أو بأخرى في الحضن الإخواني. طيب يعني قبل أن ندخل الاستوديو كنت أسألك، قلت لي ربما في بعض المعارك مو شرط يكون في منتصر وفي خزران مهزوم، ربما يكون هناك اثنين طرفين مهزومين. صحيح. في سوريا نحن أمام يا منتصر أو مهزوم، مش يا قاتل يا مقتول. طيب بالعراق أمريكا حاولت أن تغطي على هزيمتها اللي موجودة، اخترعت لنا شيء اسمه المعاهدة الأمنية، جابت السيد نور الملك رئيس وزراء قعود هي معاهدة أمنية وقع عليها، نحن بدنا ننسحب خلاص، انسحبنا بكرامتنا ما في شيء. اليوم العراق مفترق طرق، رئيس جمهورية الله يعطي الصحة والعافية بين الحياة والموت، رئيس وزراء انتهت الفترة ولايته بعد سنة أو سنتين والمسألة فيها رايحة إلى دمار. اليوم في سوريا امريكا هل سوف تاتي تقول يعني انا راح اجيك بعد كم يوم واقول استاذ ناصر قنديل خلصت 80 يوم شو اللي صار شو اللي كذا، وان شاء الله انا متاكد انه كلامك هو منطقي لاننا لاحظناه من خلال هاي السنتين. الله يخليك الله يسمك. انا لكن امريكا هل سوف تعترف بهزيمتها في سوريا؟ شوف بالسياسات الكبرى، اولا سوريا لاعب استراتيجي وسوريا لاعب حكيم وعاقل
وسوريا لا تضع نفسها في دائرة إذلال أمريكا للنكاية والكيد. أنا لما قلت أنه المرحلة الثانية اللي خاض الرئيس الأسد حربه تحت عنوانها كانت أنه لا يمكن الفصل بين الحرب على سوريا والحرب على الإرهاب، كان أحد أهدافها، طبعا أول أهدافها هو كشف حقيقة بأنه في قوى إرهابية هي التي تقود المسرح العسكري ضد النظام وضد السلطة في سوريا، لكن كان أحد أهدافها سياسي دبلوماسي، إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية المخرج المناسب للتراجع عن قرار الحرب ضد سوريا بإعادة إنتاج أولويات الحرب على الإرهاب. ستخرج الولايات المتحدة الأمريكية بآلتها الإعلامية لتحاول أن تقول إنه ثبت بعد كل الذي جرى على المسرح الدولي. ليك مالي أنت، ليش عملوا منها هالقصة الكبيرة؟ ليش؟ لسببين. الأول فرنسا الحمقاء مع هولندا تمادت وتجاوزت وتخطت المرسوم أمريكيا في إدارة الصراع في الشرق، كانوا عطوها لفرنسا دور ببداية الأزمة في سوريا، فرنسا ساركوزي كانت لاعبا أساسيا من بداية انفتاحها على الدولة السورية إلى قيادتها الحرب على الدولة السورية. هذا إريك شوفاليه اللي كان السفير هون كان هو مدير اللعبة التي تستهدف الدولة في سوريا. هاي الفرنسا لما إجا هولندا هذا أحمق أهبل أجدب، فخبص يمين شمال وصار بده يستقبل وبده يسلح وبده يعمل وبده يبعث جيوش. ما بعرف إذا يعني تابعت كلامه لهولندا، روح حبيبي عود بمالي هونيك شغلك ضبضب، ما دخلك باللعب السوري. هذا أول هدف. إجا بده يقول طيب مالي وتونس بعد ما اغتيال صديقنا وحبيبنا القائد المناضل تقدمي الشعبي شكري بلعيد رحمه الله، رحمه الله ووفاه الجنة. فقال هولندا أنه نحن نقف في ضفة ضد ضفة ولن نسكت وكذا، ردوا الأمريكان قالوا له واقف ما تلعب بتونس ما تتدخل. فإذا فرنسا تحجيمها هو بتوريطها في مستنقع مالي. وأنا طلعت على البي بي سي بعد يومين من بدء الأزمة في مالي وسألوني أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل، لن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وستترك فرنسا تلقى مصيرها وحدها في صحراء مالي، وستغرق في مستنقع الصحراء في مالي، لأن فرنسا الغبية بقيادة هولندا تجاوزت الخطوط الحمراء الأمريكية في مرحلة الانعطاف والتموضع نحو التفاوض بإعطاء إشارات سيئة لمجموعات التكفير والإرهاب بأنها تحظى بالدعم الغربي والأطلسي. هذا ما حدث، هذا ممنوع أمريكيا. وبالتالي إذا قدام هذا المشهد من بحاجة سوريا أن تذل أمريكا؟ لا، رح يصير بالصيغة التي تنتجها في سياستها أمريكا أن تقول بأنه ثبت بأن هلأ مالي أعطت عنوان الحرب على الإرهاب لها الأولوية، وبكرة تحت عنوان هي كانت ديليفر انه هذا الاخواني اللي جينا وسلمناه ما يدري يسلم يا اخي، فبالتالي حل. فبتلاقي بمصر طلعت عندك معادلة المساكنة بين رئيس اخواني واغلبية نيابية علمانية، بيطلع معك بتونس صيغة بديلة، بيطلع معك ليبيا عم تتشقف الى مقاطعات وولايات. بقلب هذه المعادلة بصير ان الارهاب هو الخطر الاساسي الذي لا يجوز نسيانه. وإن كاتب ريتشارد هاس مقال بالفورين أفيرز العدد قبل الأخير بيقول أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا كانت عندما كانت تحمل تفاحتين بيد واحدة، أي أن نجعل هدفين استراتيجيين يتعايشان ويتزامنان ولا ندرك بأن أحدهما يتقدم على الآخر. أثبتت تجربة السنوات العشر الماضية أنه لا يمكن أن نخوض حرب الديمقراطية والحرب على الإرهاب في آن واحد، وثبت أن أمن الولايات المتحدة الأمريكية هو بجعل الحرب على الإرهاب أولوية، ومش قايل آخر شيء ثلاث أسطر أنا كملتهم عنه يلعن أبو الديمقراطية. طبعا أنا مستمتع بالحديث معك لأنه كلامك استراتيجي ومنطقي وتحليلك دائما ما يصب، حتى لقاءاتك السابقة تابعها، فاليوم أعتذر للمشاهدين أني لم أتكلم كثيرا. طبعا وصلتني عشرات الرسائل على صفحتي من ناس تقول وصلنا السلام للأستاذ ناصر طبعا، لكن في رسالة في الفعل يعني لفت انتباهي. الرسالة هي من فلسطين المحتلة، من اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا في فلسطين المحتلة، وبالتحديد الأخت صابرين دياب. قالت إن شاء الله، تحية للأخت صابرين، سوف يأتي اليوم الذي نكرم فيها الأستاذ ناصر قنديل في قلب فلسطين المحتلة. يعني أنا أعتقد طبعا في نهاية المطاف كل ما يجري فلسطين. الرئيس الأسد الله يطول بعمره بوحدة من الإطلالات المهمة كان بقلب الأزمة ستبقى البوسة لفلسطين. سوريا تقاتل لأن في قلبها فلسطين، لأنها جعلت عنوانها فلسطين،
لأنها لم ولن تتخلى عن فلسطين، لأنها في الجغرافيا وفي التاريخ عنوانها فلسطين. كل هذا الصراع اللي عم بدور على شو ما تتقاتل سوريا؟ شو هي القضايا اللي ممكن تخاض فيها معركة ضد سوريا؟ جيشها، عقيدتها، شعبها، جغرافيتها، فلسطين. المنطقي والطبيعي هو أنه عندما تنتصر سوريا، وبتعرف الأخت صابرين والأخوة في لجنة الدفاع عن سوريا ولجنة حماية سوريا والمقاومة بالأنشطة العظيمة اللي قاموا فيها في فلسطين، بأنهم كانوا أول من استدرك هذا. يعني أنا مواكب عملهم وأحييهم، المطران يوحنا حنا عطلة، الإمام الأقصى الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم بن عرفة، الأخوة التقدميين الأعضاء في اللجنة، كلهم بلا استثناء كانوا أول من التقط هذا. وأنا قلت علقت على نشاطهم الأول لما بدأ الاعتصام الأول أمام السفارة القنصلية الفرنسية في حيفا لهذه المجموعة النقية التقية من المقاومين في العمق العربي الفلسطيني. وحدها فلسطين أدركت الحقيقة في الحس والحدس بأن سقوط سوريا هو سقوط لفلسطين، فخرج الفلسطينيون يقولون ارفعوا أيديكم عن سوريا، ويوم تتعافى سوريا ستشعر كل فلسطين بأن قضيتها تتقدم. وعندها نعم أنا بقول سمحت السيد كلامه بالنسبة لنا مش نبأ فقط، هو إشارة من إشارات ما في الغيب. فلما قلنا بأنه لا تستغربوا كما عدنا إلى الجنوب بعد عام 2006 سندخل إلى فلسطين بالباصات وبالفانات والقدس ذاهبون إليها معا، فنحن وعدنا بأننا سوف نصلي في الأقصى وإن شاء الله سوف نكون ونلتقي كل أخوتنا في فلسطين، ونعلن معا بأن هذه القلعة العربية الصامدة التي تمثلها سوريا الأسد للي عجبوا واللي ما عجبوا، هذه سوريا الأسد هي التي ستحمل راية فلسطين وسوف تكون المنتصرة لفلسطين وبفلسطين. طبعا اسمح لي في الختام أن أشكرك وأهنيك بأن يوم أمس كان ذكرى انطلاقة قناة توب نيوز التي حققت نجاح كبير بالمصداقية التي حملتها خلال عام. ألف تحية لك ولكل الأخوة في قناة الإخبارية ولشعب سوريا الذي مهما قلت عن حبي له فأنا أقول أقل ما في قلبي من الحب. شكرا جزيلا لك، ولي الشرف أني حضرت معك اليوم في هذا اللقاء. الله يعزك، أتشرف. نشكر مشاهدينا الكرام حسن انتباهكم. طبعا نشكر الأستاذ ناصر قنديل الإعلامي العربي الكبير، السياسي العربي الكبير، القريب من الشعب العربي المقاوم. طبعا في الختام اسمحوا لي فقط أن أترحم على ذكرى الحاج عماد المغنية الشهيد الذي ضحى بحياته وهو يدافع عن قضية العرب في المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق. هذه النقطة ذكرت اسمه، لا أستطيع أن أقف إلا أن أتذكر وأترحم على روحه الطاهرة. وإن شاء الله أنا كتبت اليوم أنت إذا يعني بالمقالتي اليومية التي أنشرها كان عنوانها الحاج عماد، وقلت أن الحاج عماد ولو يعني أتجاوزنا بالوقت دقيقة أو دقيقتين، أنا التقيت الحاج عماد قبل أشهر قليلة من مغادرته لنا، وكانت أهم معادلة سمعتها منه بأنه واثق من أن الحرب القادمة سيكون الطيران والبحرية والدبابات خارجها، وسوف نجبر الصهاينة أن يواجهوننا رجل لرجل، وأن ما بيد المقاومة من سلاح هذا أمر الرئيس الأسد وأمر السيد حسن، أن ما بيد سوريا من سلاح يجب أن يكون مثله بيد المقاومة، وأن ما أعدت المقاومة لرجالها يجب أن تعد مثله لرجال سوريا وجيشها. وقال لي إن جيشنا المقاوم الجاهز للقتال هو جيش الربع مليون، وقد أعددنا نحن والأخوة في سوريا جيشا مشابها، وأنا أقول لم ترونه بعد لهذا الجيش. لذلك أنا كتبت وقلت رجال عماد مغنية لم يشاركوا في الحرب بعد، انتظروهم إنهم قادمون رحمه الله. شكرا جزيلا أستاذ. مشاهدي الكرام كل التحية والتقدير إلى رجال الجيش العربي السوري الذين يضحون بحياتهم ويسطرون أمجادا وبطولات على مذبح الكرامة، مذبح الحرية. إن شاء الله سوريا قوية بجيشها وشعبها وقيادتها وإعلامها الوطني. هنا دمشق، هنا الإخبارية السورية. هذه تحية مني أنا محدثكم حسين الفياض. السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ.